شكرا لكريس بعثكم مشاهدينا الكرام، سعداء جدا بخدمتكم في كل عدد من صباح الشروق. إذا عدد جديد من هذا البرنامج الخدماتي اللي تعودتوا عليه، فقرات متنوعة، ضيوف مختلفين، إن شاء الله 3 ساعات من الزمن راح نكونوا هنا احنا وكل حضورنا وضيوفنا لخدمتكم مشاهدينا الكرام. لدينا العديد والكثير من الفقرات المتنوعة، ضيوف مميزين أيضا راح ينوروا فقرة صباح الشروق لهذا اليوم. إذا بقوا معنا 3 ساعات من الوقت أو من الزمن سنقضيهم مع بعض، تستفيدون من كل ما نختار في كل مرة، وبدورنا أكيد نستفيد من حضوركم المميز، ملتفين حول مائدة فطور الصباح. حقيقتكم إن شاء الله تستمتعوا بها وبكل ما اخترناه لهذا اليوم. كاين بزاف ناس في مثل هذا التوقيت خارجين من البيوت، نقول لهم سوقوا بالعقل. بالعقل لأنه الضباب. ضباب طرقان راهي زلقة جدا، انزلاقات كثيرة. إذا سوقوا بالعقل باش تلحقوا في أمان. إن شاء الله تلحقوا في أمان، وإن شاء الله لهم في بيوتهم مع أولادهم، إن شاء الله يقعدوا في لينا ويتبعونا، وإن شاء الله ننسوهم خلال هاد 3 ساعات، وإن شاء الله يستفادوا من كل حاجة نطرحوها ونتناولوها خلال هاد العدد. دائما أيضا لطفية مواضيعنا نختاروهم بعناية، وأيضا أحيانا نلبيو رغبات المشاهدات والمشاهدين اللي يطلبوا بعض المواضيع على غير الموضوع اللي حنتناولوه اليوم. طلبوه بزاف على صفحة البرنامج، صفحة صباح الشروق على الفيسبوك، هو موضوع العلاقة بين العجوزة والعجوزة والكنة. صح، هذا هو الموضوع اللي طلبته. صراع تاريخي، صراع تاريخي أزلي وأزلي بين العجوزة وعروستها. إذا راح نعيش تجاربكم مشاهدينا من خلال اتصالاتكم عبر أرقام التليفون اللي راح تظهر أسفل الشاشة. إذا نحب نستفادوا من تجارب كل السيدات المتصلات بنا واللي يتفاعلوا مع برنامجنا من خلال التليفون وحتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ونقولوا الو الاول اتصال. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير ايمان، اش راكي؟ صباح الفل. صباح النور. سؤال عليك. لاباس الحمد لله. الحمد لله. نتعرفوا عليك؟ معاكم ام ادم. ام ادم منين؟ مرحبا بك. من باتنا. ايه الله يبارك، تحيه ليك ولكامل ناس باتنا. والادم. والادم ثاني. او يحيي فينا انا نسمعوا فيه. لا لا، هذه اخته صغيره. اخته صغيره. الله يبارك. ربي يشدهم لك ان شاء الله. ان شاء الله. وش عجوزتك مليحه؟ ولا غير صالح الحمد لله. الحمد لله. اذا اليوم خلينا نحكيو على موضوع الصراع الازلي بين العجوزه وكنتها. صح، نسمعوا بزاف حكايات هكا بين العروسه والعجوزه، بصح انا ولا غير الحمد لله عجوزتي يعني مسالمه. مسالمه. هذوك العجائز القباح ولا الحمد لله. الحمد لله يا رب. العروسه ولا ساكنه مع في دارك مستقل ولا ساكنه وحدي؟ وحدي. الحمد ما لله. ما سكنتيش معاهم في البدايه؟ سكنتي وحدك؟ جامي سكنت معاهم جامي. على بيها شغل يبقى القدر كي تكوني ساكنه وحدك خير ملي تسكني معاهم. تشوفي هكذا انه كي تسكني بعيد احسن؟ احسن. كي تسكني بعيد احسن ملي تسكني معاهم، مش يبقى القدر هذاك بيناتكم. قبل ما تزوجي كنتي تسمعي بالعلاقه بين العجوزه وعروستها صح؟ كنت نسمع ونشوف بزاف حالات. ايه، ومن بعد اول ما جاو خطبوك، اول ما جاو خطبوك وجات مات العريس. ايه. كيفاش كانت العلاقه؟ ولا صافا الحمد لله، ما كنتش نعرفها وما كانتش ما هي تعرفني، بصح ما تقدرش تحكم على الانسان من الاول كي تشوفه. صح. حتى تعاشروا باش تعرفيه. حتى تعاشروا ومن بعد هذيك بانت باللي انسانه نورمال عاديه حاكمه قدرها، ما ماشي من هذوك العجايز الواعره. والوالده نتاعك واش من التوصيات اللي مدتهم لك في حق عجوزتك؟ انا ولا غير ماما نورمال، ما عطاتنيش هكا توصيات ولا نورمال. ما قالتلكش طلعي فيها ديريها في مقام امك؟ سي هي تقول لي يعني طلعي فيها وكامل، بصح ماشي ما هذيك زعما اللي تبصيني هكا بزاف. كنخيلها باش تكسبي راجلك لازم تكنخيل يما. ما قالتها لك شاري؟ ما قالتليش هكذا. لا لا. ايه. وال كيفاش تعيطي لها عجوزتك؟ انا عيط لها طاطا. طاطا. ما تزعفش كي تقولي لها طاطا؟ لا لا ما تزعفش نورمال عادي.
هي في شغل، انا على بالك انا من ولايه وهي من ولايه واحده اخرى. بعيد يعني، انت هي ماشي من باكره. هي تمشي كيف كيف. اوكي. وانت العروسه الوحيده عندهم ولا كاين واحد اخرين؟ لا لا انا يا ثالثه. انت الثالثه؟ اوكي، يعني عندهم سوابق قبلك. وكيفاش هما كيفاش يعيطوا لها؟ كل وحده كيفاش تعيط لها، وحده تعيط لها خالتي وحده تعيط لها ميمه. ميمه. وهي واش تحب، واش تحب اكثر شيء؟ تحب اللي يعيط لها خالتي، ولا اللي تعيط لها طاطا، ولا اللي تعيط لها ميمه؟ جامي حوس نفهم. ما تحسوش من ملامح وجهها ما تبانش؟ والله ما على بالي، ما جامي حوست هكا. هكذا راكو تلاقيتو نتوما ثلاثه عرايس والعجوزه راهي في وسطكم، وحده تعيط لها طاطا، وحده تعيط لها امي اما، وحده تعيط لها خالتي. عادي تجيكم عادي، ما فيش احراج. جينا نورمال، كل وحده كيفاش تحب تعيط. والفتوا يعني كل وحده وكيفاش. ما عندكش انشغال واحد اخر؟ والله ما عنديش، يعني حبيت نشكر الحصه تاعكم بزاف، تعجبني كل صباح نتبعها. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب، الله يخليك. مهمه بزاف سيرتو المراه اللي قاعده في الدار. ونشكر شاف ليلى ثاني على الوصفات تاعها. راح تلتحق بنا ان شاء الله. ان شاء الله نبلغوا لها السلام. ناجحين بزاف، ناجحين. هي تحضر في نفسها شاف ليلى، بعد قليل راح تنضم الينا ان شاء الله. واني فرحانه بزاف كي قدرت نحكمكم اليوم. انا اللي سعداء جدا. شكرا لك. عفوا. شكرا لك ام ادم. تحيه لك وكامل الثبات. شكرا. الصحه طال عمرك. شكرا. نعاودوا ربما في نذكروا بالموضوع اللي هو العلاقه بين الحما والكنه، ولا العجوزه والعروسه كما نقولوا هنا في الجزائر. الموضوع اللي طلبتوه بزاف على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي. اذا انا بين لكم رغبتكم، ماذا بينا تتفاعلوا معنا من خلال هذا الموضوع. لطفي نشوفوا ربما في السنوات الاخيره تغيرت نوعا ما هذه الصوره اللي كانت يعني مرسخه عند الكثير من الجزائريين، خاصه كنا نشوفوها ايضا في الافلام في المسلسلات. دائما كاين هذيك العلاقه المتوتره بين العجوزه والعروسه. ربما تغير، تطور تكنولوجي، تغير الاجتماعي، صار فيه كثير من الازواج يفضلوا يسكنوا في بيت مستقل. بالتالي صارت العجوزه يعني يشوفوها في المناسبات. حتى الجيل تاع العجايز تبدل، ماهمش يعني كما بكري كبار، يعني الان قرا وصغار، يعني تغيرت نوعا ما هذه. ربما اللي عاشوا معاناه مع عجايزهم دوكا صاروا هما عجايز يحاولوا انهم يراعيوا. صح، لانه كتولي للصح انه هاد بنت الناس راهي امانه في هاد البيت، يعني خلات دارهم، خلات والديها وجات سكنت معاكم، يعني الوحده يعني تراعي ديرها كما بنتها. صح. والبنت نفس الشيء، العجوزه كما دير ليماها لازم دير نفس الشيء العجوزه. وللاسف صرنا نلقاو بزاف ربما شابات كيجيو يخطبوا يقولوا لهم باللي الوالده نتاعو متوفيه، فرحة عارمة يعيشوها في البيت. يقول لك أنا ما عنديش عجوزتي والحمد لله يا ربي، وندي غير عندي ندي الزوج بارك. أنه أحيانا تصيب عجوزتك كيما والدتك. صح، في الكثير من الأحيان، في الكثير من العلاقات تصيب العجوزة كيما الأم تاعك، وتحن عليك وتطبطب عليك، ومشي دائما هذيك الصورة اللي رسخوها في أذهان خاصة الشابات المقبلات على الزواج. صح. وتجي حنينه على ولاد وليدها، يعني يقول لك عز الولد ولد الولد. صح. بالتالي المفروض العروسه تديها للجانب الايجابي، انه كاينه جده ام ثانيه لابنائها. صح صح صح، وتراعي انه زوجها وهي يماه، وهي اللي جابته، وهي اللي رباته، يعني دائما تاخذ هذا. وايضا لطفي يمات العروسه تلعب دور كبير في توطيد العلاقه. صح، في توطيد العلاقه. يا توطدها يا تهربها. واحده من الزوج. إذا احنا مشاهدينا نستعرض إياكم أولى خدماتنا، وحابين أنكم تتناقشوا معنا، حابين أنكم تتواصلوا معنا حول موضوع ملفنا الرئيس اللي اخترناه لهذا اليوم، حول العلاقة بين العجوز وبين كنتها. إذا نروحوا نستعرضوا مع بعض بعض الحركات الرياضية من إمضاء الكوتش سليمان ياسين، من بعد نعود كي نكمل باقي المحطات والفقرات والخدمات الصباحية. تفضلوا. صباح الخير عليكم، معكم سليمان ياسين كوتش دو فيتنس اي دو يوغا اي بريباراتور فيزيك. اليوم جينا لكم 5 موفمون دو بومب ولا بوش ابس ولا كما حبيتوا تسميوهم، تمارين الضغط. اون كومونس.
مريبا برومي موفمون كلاسيك لي بوم كلاسيك نورمال اوب تري بيان فاش تشوفو برك مليح اوكاد تري بيان الكور تاعي يكون بيان دروا ما يهبطش ظهري ما طلعش ظهري بيان دروا روبو تري بيان عندنا روبو 10 سكوند كي تكون تخدم 20 سكوند الا حبيت تخدم 30 سكوند عندك 15 سكوند دو روبو ما تنساش اوكي دوزيام نيميرو انا نفتح صبعتي نفتح يديا راه بان كيف كيف اوب اوب لا بوترين توجور صوت كيف كيف توجور هنا اوب ما نهبطش ظهري ما نطلعوش توجور دون لي لار تري بيان كيف كيف روبو تاعي اسيت تكبرتيتي شويه برك ماشي بزاف فوالا باش تريكيبيري مليح troisième mouvement à l'intérieur allez vas-y allez l'équipe go ah très bien allez là très bien respirez bien qui font très bien récupération très bien kiff kiff 10 secondes 10 secondes t'es avec atterrissage charbonnement respirez bien une bonne récupération une bonne réussite. On change à l'intérieur. Les coups de tabac à l'intérieur. Ben, on ferme pas. On abat. Hop. On sort. Hop. Très bien. Très bien. Excellent. Tu te fous parce que maintenant côté vertical. Là, les coups de tabac ils clouent à l'intérieur. On enchaîne. Une petite récupération. On enchaîne le cinquième mouvement et le dernier. سي لي بومب على الداخل تريونغل ولا كيما تسميوه نتوما اوني فا اون ديسون بيان اون توش نعاودو نولو اون توش نعاودو نولو بور لي جون لي ما يقدروش يقدرو يخدمو اجونو يقدرو هنا يخدمو هنا ماقدرتش كاع تقدر تخدم بوزيسيون دو كوبرا هنا اوكي برافو صحتنا يعطيكم الصحة ريستي برونشي الى موعد واحد اخر ان شاء الله غدا ان شاء الله تيك كير السلام عليكم هايله 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 الحركات الرياضيه اللي كانت من امضاء الكوتش سيمان ياسين تحيه ليه وتحيه للشباب اللي رفقوا لازم نخرجوا برا لازم عرضنا للصاله والحال راه جو ربيعي نقولوا حنا نديو الاكل تاعنا ونروحوا دائما هو يجينا الضيف بصح حنا نجودي وجدنا ماكله نجيبوا ماكلتنا معنا ياكل سيمان ياسين أجمل وأحلى صباح لكل من التحقوا بنا في هذا اليوم واختاروا برنامجنا الصباحي صباح الشروق تحية كامل الناس اللي هذا وين صحصحوا وهذا وين ناضوا نقولوا صحة النوم نستقبلوا ثاني اتصال ألو 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 صباح الخير صباح النور أهلا شكون معنا فضيلة من سغانم مرحبا بك فضيلة بناس مستغانم فضيلة هذا وين نطي واقيل لا لا استقويت بعت بنتي تقرا ايه صحتك يسلمك استقاويتي وحدك وحدي يخرجوا كامل في قهوة تشربي قهوة كحلة ولا بالحليب اشرب حليب وحده حليب وحده هو احسن احسن وجدتي يجيني صابط الحليب وحده عندك خليط السكر ديرو سكر لا 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 سكر وحده هكذا ني سكر وتستبدل وبارد بارد ولا سخون؟ لا لا سخون اها صحتك احسن شيء يسلمك انا ما نحملش كاع الحليب وحده لا لا مليح انا نشرب قهوه كحله وحدها ملي كنتي صغيره هكذا تعودتي تشربي حليب وحده ولا؟ لا 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 كنت نشرب قهوه حليب اها ومن بعد كي طحت اونسانت قهوه كرهتيها من تم خلاص علاش هما قالوا لك ماشي مليح الحليب مع القهوه ولا وحدك ومن بعد وليتي خلاص ولات عاده فيك ما تشربيش قهوه كحله ما نشربش قهوه كحله صحتك مع انه يقولوا الدراسات انه مليح واحد يشرب بمعدل كاس تاع قهوه في النهار صح ضروريه مفيده جدا للقلب مفيده جدا للقلب باش شربتيها باش شربتيها بصح شربتها بمسكوتو صحتك. ايه بصحتك لا الله يسلمك بصحتك انا القهوه الصباح نحبها بزيت الزيتون والمعجون
زيت الزيتون والماجن. هاي دخلت لك تاع الحليب. شفتي انت الحليب استغربتي، انا الحليب ما عجبنيش وانت ما عجبتك. زيت الزيتون مع ايه مع المعجون. عباك في الخبز ديرهم في الخبز. يعني شويه نحكي بالخبز. ايه دوكا يبداو يستغربوا. خبز شويه زيت الزيتون شويه معجون. ايه معادلة صحية جدا. لا هو صحي بزاف زيت الزيتون. معادلة صحية. هو مع صباح. ايه تعلمت عندك. عندي صديقتي الفنانة وهيبة مهدي نوجه لها اجمل تحية. عندها صديقتها من المغرب مروكية. امينة نوجه لها ايضا تحية. تجي لعندها كل صيف. من عوايدهم انه فطور الصباح عندهم لازم يحطوا زيت الزيتون مع المعجون خبز وقهوة حليب. جربت انا اول شيء استغربت. بصح كي جربتها صرتها حاجة ولا أروع. صحية. تجربيها مالا. إن شاء الله. ما تجربيهاش ما تجربيهاش. سيدة فضيلة واش رأي جوزتك مليحة؟ الحمد لله لاباس، أنا من الجزائر ومتزوجة في مصغانم. إيه الله يبارك. الله يبارك. راكي تجي لهنا للدار تزوري داركم في الجزائر؟ نجي إيه نجي. هما يجوا لك بزاف، نتوقع أنه يجوا لك بزاف في الصيف، صح؟ يجوا في الصيف. البحر قريب ليك البحر. عندي مقابلة البحر أنا. إيه الله الله. مستغانم هايلة مستغانم. والعجوزتك تكون معاك ولا بعيدة عليك؟ لا لا خرجنا عندهم. عشتي معاهم؟ ورحت عندهم. كيفاش كانت العلاقة؟ في الأول كانت مليحة ومن بعد داروا عليا. شحال سكنتي معاهم؟ سكنت معاهم 8 شهور برك وخرجت. 8 شهور بركة ما حملتيش. ماشي أنا، هما ما حملونيش، هما ما حبوش. إيه واش كان سبب المشكل أنك خرجتي؟ ما قدرتش نعيش معاهم ولو خلوني ما ندير والو، ما تمشي والو ما ديري والو. بالك يخافوا عليك. بالك يخلوك براحتك. لا 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 صاروا مشاكل مزيان جا راجل متفهم، ما كنت نطلب من عندهم. هكذا؟ أها. وكانوا يخرجوا لك العيب. للعيب. بالا ومعلينا بعيده وحدي ما كيف كيفاش ندير. هما دار كبيره كاين بزاف افراد. كان انا الاولى، انا عروسه الاولى برك. آه. انا الاولى اللي جيت عندهم. كنتي غير انت عروسه؟ كنت غير انايا، كانوا اخوين كاع مازال ما زوجوش. والزوج تاعك عنده خياته؟ كان خياته كاين ثلاثه. كانوا عايشين معاكم في الدار؟ لا لا وحده مزوجه، كانوا زوج معنا في الدار خدامات. خدامات. وكيفاش كانت علاقتك معاهم؟ انا كنت كنت خط نورمال معاهم كما قال حسبتهم ضامة. ايه في الاول بشي بشي بداو يدوروا عليا ولا هما يبعدوا عليا، انا قلنا لهم هما يبعدوا عليا. هذو البنات كانت اسباب؟ كانت اسباب ولا كما انا لحد الان الاسباب مانيش عارفه واش هي. هذو البنات هما اللي كانوا يبعدوا عليك ولا العجوزه؟ البنات هما اللي ولاو يحرشوها. هضروا معايا يحرشوا يماهم ولا يماهم ما نساوش توجدوا دائما مشاكل كل صباح. لكن ما تحسوش انه هنا الراجل هو اللي تحطوه يعني في موقع شويه محرج؟ خواتاته من جهه، يماه انت من جهه. في صف من كان يجي؟ في صف من كان يجي؟ نخرجوا باللي كانوا نخرجوا من السكن وين جات نبنوا فوضى وين نخرجوا ما نقعدوا تما. هو في صف من كان يجي؟ الحق بس كان يشوف بعيني. ودوكا كي راكي تسكني وحدك كي قررتي تسكني وحدك ما كانوش معارضين؟ انا قررت نسكن وحدي. قال لي كيف قال لي ما عنديش لا قلت له معليش نبنوا فوضى وين نسكنوا فيه وخلاص. ايه وخلاص. ومن بعد هما واش كان رايهم؟ الاول ما حبوش، قالوا لي لا لا وكيف كنت وين ساكنه في داركم لاباس عليك ومهنيه ولا خروج وتروحي تسكني هكذاك في الثاني. قلت لهم نسكن المهم نريح راسي. وداركم كنتي تحكي لهم واش كنتي عايشه المشاكل اللي عندك؟ ما كنت نحكي لها باسكو ما عنديش من نحكي. عندي غير امي يمكن نحكي لها. ربي يخليها لك ان شاء الله يا رب. يسلمك يسلمك. كانوا متفاهمين لكن هو على الاسف للاسف كنا حابين نشوفوا العلاقه وراي لحقه بعد ما سكنتي وحدك. نتمنوا انه العلاقه ولا طيبه بيناتكم ان شاء الله يا رب وتصلحت الاوضاع بين السيده فضيله وبين عجوزها. ونتمنى انه يكون فيه تفاهم، تكون فيه سعه خاطر، تكون فيه ايضا صح صبر مفاهمة. ايضا وصبر ودائما تشوفي زوجك بما انه كما قالت تحط بين نارين بين عائلته بين زوجته. واللي يسمع لها يقول لك اسمع لمرته ولا خاطرك اسمع لي ما يعني ربي يحسن العون.
صح. إذا نعود نرحب بكل من انضم والتحق بنا واختار قناتنا الشروق العامة وبرنامجنا الصباحي صباح الشروق. خدمتنا الموالية اللي صرتم متعودين عليها هي مطبخ صباح الشروق. مطبخ صباح الشروق مع تنضم الشيف ميلا المميز. نخليك أنت تنضم. أكيد حابة تنضمي. أنا انضم على بالي أنت راك حاب. أنا حاب نبدل شوية كيفاش يقولوا؟ الجو القويمي. إذا المشاهدين رايحين مع بعض بتلفقوني لمطبخنا مطبخ الشيف ميلا كي نستعرض كل الأطباق اللي جتنا بها في هذا اليوم وهذا المباشر. صباح النور. صباحك برباحك إيمان. صباح الفل. كل الورد في مراحلك إن شاء الله. الله يخليك ليلى. أنا بديت نتقريب على بالك. راح نقولها لك. أنا بديت راني نحس باللي نهضر مني فيه. قعدوا تما. صح صح بديت راني بديت. صباح الخير لطفي. صباح النور. صباحك برباحك وإن شاء الله ما تتقريباش. لي تيزان وشوية فيتامين سي إن شاء الله صباحها. صباح الفل عليك ليلى. مشاهدينا الكرام. واش راكم لاباس؟ انا نعرف روحي باللي بديت نتقريبا كي البا ما ننطقوش مليح. الميم ريزوني داخل. الميم ما ننطقهاش مليح تولي شغل با. فاش بيك سي محمد؟ يا سي محمد. الميم تولي با. سبحان الله سبحان الله. يعني تتقلق. ما بديتي بديتي تتقلق. انا بديت انا عندي نومان دو غونز يعني كيما قلت انت راه شويه راسي بديت ندوخ. اليوم راه غير بركلين. لكن في خاطرهم معليش انا هنا معكم كما قال لطفي في خاطركم وصفات سهله وبسيطه مكونات موجوده في كل بيت. غير زدي لنا تيزانه ليا وليك. ديروها بشويه نعناع. انا بديت صح انا بديت نتغلق. انا صوتي راه صوت محمود اليوم. يسامحونا المشاهدين صوتي لكن الصوت واحد اخر. إذا راح تكون عندنا إن شاء الله اليوم كيش تاع بطاطا، عرفتني هكا لطفي؟ أه؟ كون نهضر معاك تعرفني؟ كون نهضر معاك. أنا الحاجة اللي تأسف لها اليوم حسيت الشم راحت لي وحسيت الذوق راحت لي. صبينا اليوم توخت. طيبي أي حاجة. اليوم توخت ما كانش هذيك الأمان. ما راحش نستمتع صاي خلاص. والله ما كانش متعة سبحان الله. عباك يروح الذوق ويروح حاسة الشم يروح كلش. سبحان الله سبحان الله. إذا معليش اليوم ما عطيتش حاجة كبيرة بطاطا. والله ما عطيت حاجة كبيرة. اليوم حسب طلبة المشاهدين نشكروا عدلان على هاد حملوا لي كاميرا هاد اللقطة يحبوها بزاف المشاهدين يعطيك الصحة عدلان. مايسترو مايسترو عدلان. مايسترو مايسترو. هاي نديروا سيلفي عدلان نشوفوا باش نشوفوا. هاي نشوفوك حبيبي نشوفوك. تقدر ندير سيلفي بالكاميرا هذه؟ ها؟ تقدر؟ ما تقدرش. مستحيل. حنا نديروا له سيلفي من بعد. ايه اذا اليوم نقولوا الو نقولوا الو عندنا اتصال. الو 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 صباح الخير. شحالكم؟ واش راكم لاباس؟ الحمد لله. تعرفوا عليك؟ ام رام معاكم. ام رام. ام رام مرحبا بكم مرام. الله قريب اثرت على السبع. مانيش نسمع ثاني راح كلش كاع الحواس راحوا. قولي لنا ام رام منين؟ انا من بوفاريك. راكي غير هنا قريب. بوفاريك تشينا. جيبي لنا تشينا. لازم لنا تشينا لازم تشينا لازم تشينا. عباك بدينا نتغلقوا لازم نكثروا بتشينا في راهي موسمها. واش هي بوفاريك؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد لله. طليتي متاقة ولا مازال؟ هو مازال. عباك راهو الضباب راهو برا الضباب البرد. هو الضباب اليوم. ما راهو شحال في عمرها؟ عندها عامين. ايه الله يبارك مازال ماهيش تخرج برا تقرا مازال. عندي خوها عنده 4 سنين. الله يبارك. كم سنه يقرا؟ تحضيري هذا هو بدا يقرا. مسكين. ماشي تعبك يجي خارج؟ شويه. وشكون اللي يديه يوصلوا يلحقوا للمسيد؟ يديه بابا. انا نقول لك ما يتعبهاش يغيضها. يغيضها كي يجي رايح. صغير وينوض في الباب ويرفد هذاك. هذه هي بهذا المعنى انا بقصد انه يتعب بمشاعرها. يغيضها كي يجي خارج وهو ثاني يخلي تفاق من داخل في الدار. وينوض بكري. صح. عرفنا شو ينوض بكري؟ ينوض ينوض عسل. يفطن هو ولا تنوضي انت؟ مع الاول كان شويه من بعد كيبدا يوالف. مسكين. وفي الليل يرقد بكري؟ ايه يرقد. الحمد لله الحمد لله. يا عيا مسكين. الحمد لله. واش راهي عجوزتك؟ الحمد لله لاباس. اي مليحة؟ اليوم راح نديروا اليوم العالمي للعجايز. اليوم خصصناه اليوم يوم عالمي للعجوزة وكنتها. معليش باش نحو هذوك سوء التفاهم هذاك اللي كاين. أنت تعيشي التفاهم ولا سوء تفاهم بيناتكم؟ لا الحمد لله أنا نعيش معاهم. عايشة معاها؟
عايشه معاها الحمد لله. ولاباس كل شيء لاباس العلاقه معاها؟ لا الحمد لله الحمد لله. شحال عندك انت عايشه معاهم في الدار؟ ايه الله يبارك. وانت فضلتي تسكني معاهم ولا مجبره انك تسكني في البيت الكبير؟ مع الاول في البدايه تاع الزواج تاعي حد قالوا لي تسكني معاها، قلت لهم معليش. مع الايام مع السنين هكا دوكا الايام تتحسن الامور ولا ما بين كل واحد يصغر وحده. الحمد لله يا ربي الحمد لله. مليح انه تكون العلاقه يعني منتظة بين لا جوزة وبين كنتها. ربي يطيب بيناتكم ان شاء الله يا ربي. ولكن كي طيبي طياب، عندكم كوزينه مشتركه ولا كل واحد وكوزينته؟ انا مشتركه. مشتركه، وشكون اللي طيب انت ولا هي؟ انايا. الله يبارك، وما لكم تجربي لها الوصفات تاع الشيف ليلى؟ ايه ندير، ديجا البارح درت البيتزا تاعها. درتي البيتزا يعطيك الصحة. صحتكم، صحتكم. انا نقول شيف ليلى. يقول لك انت بنينه. اليوم راح تذوقي عجوزتك البطاطا. كيش بالبطاطا. صح، لو كان سقسيك عجوزتك واش الماكله اللي تحب تاكلها؟ باش نشوفوا اذا تعرفيها حقا عجوزتك ولا لا. الماكله المفضله تاعها. واش تحب عجوزتك؟ الكسكس. الكسكس. واش من لون تحبوا عجوزتك؟ والله ما عنديش هكا معرفه عليها، بصح دبلي ربي تحب الالوان الفاتحه. طيب. عيد ميلاد عجوزتك واش من نهار؟ 13 ماي. اه 13 ماي. لو 13 ماي. ايه مليح، هي حافظه ما شاء الله. كانها امها الثانيه اكيد. اخر هديه هديتيها لها واش هي؟ هديت لها انغاط. الله يبارك ان شاء الله. ربي يخليها لك ان شاء الله يا رب ويخليك ليها ثاني. واش راكي تزرعي ولادك غدوه من غدوه يرجعوه لك؟ هذا اكيد. كاين ما بين العروسه والكنا شغل كاين عند الناس. الصوت مش لحق مليح. يتقطع. يتقطع الصوت. واش قلتي لنا اخر شيء؟ قلت لك ماذا بينا نحو سوء تفاهم. صح صح، لازم يتنحى سوء التفاهم لانه العجوزه هي ام، هي ام ثانيه للعروسه. صح. برك الواحد يكون يستعمل شويه ذكائه باش يتقرب منها. الكبار الله يبارك عليهم هذه هي تحس ان كانه جات وحده دات لها وليدها دات مكانها، يعني شويه الواحد يحسن عونها. صح صح، اون فوا توالف خلاص راح تدي لها مكان بنتها، راح تعيشي معها اكثر من اللي عشتي من والدك. مع والدي ان شاء الله. لا ما شاء الله عليك، راكي شاطره. شوفي كي تعرفك يا راكي حافظه عيد ميلادها، يوم عيد ميلادها راهي في راسك العلاقه راهي ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ما عندكش بعض التوصيات شغلات حابه تطرحيهم لنا؟ حبيت برك نسلم على شيف ليلى، كسيت باش نعيط لالو شافو محكم. هاي معك شيف ليلى. يعيشك حبيبتي، مرحبا بسلامك، انا تاني نحييك. لاباس؟ اروحي تاكلي تشينا عاد. راكي جارتي ماكيش بعيده. نجي انا ولطفي. وين راهي انت؟ بوفيري. كيفاش بعيده؟ قريبه قريبه عليا سيدي موسى. نجيك انا ولطفي. نجو ندو تشينا. باش نبراو باش يروح محمود وتولي لكم. لا احنا نجيبو لك، احنا نجيبو لك، طيب لك البلاني طيبو نديو لك للدار. ارواحي مرحبا بك. الله يسلمك، كثر خيرك حبيبتي، وكأننا جينا وديناها. حبيت نسلم على ايمان ثاني. هاي تفكراتك ايمان. وش راكي؟ وش راكي مليحه؟ ولا غير الحمد لله. وانتيا؟ ولا غير لاباس. ربحنا صوتك اليوم. الله يسلمك تعيشي. الله يخليك، باين عليك عاقله ورزينه وتاع دار. تعيشي ربي يحفظك. ما شاء الله عليك. ان شاء الله، انتم ثاني راكم منورين الشروق. الله يخليك وربي يعمر دارك ان شاء الله ويعطيك على حسب قلبك. ان شاء الله، وانت ثاني انتم ثاني ربي يفرحكم وربي يقدركم. الله يخليك حبيبتي، شكرا، يعطيك الصحة. وبوسي لي الأطفال وسلمي بزاف على عجوزتك. كيفاش؟ بوسي الأطفال وسلمي على عجوزتك. يسلمك تعيشي، وسلمونا على معالجك الفيزيائية هذيك. ان شاء الله، زينب اسكندر. ايه يعطيها الصحة المواضيع اللي يديرهم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك على الاتصال. نهارك مبروك، ربي يخليك. شكرا لك على اتصالك، يعطيك الصحة. شكرا لك. إذا على بالي باللي كل سيدة اللي تشوفينا الآن هي اتصلت بالزوج تاعها، جيب لي ليفغي دو فامي باش تشوف لا دات دو نيسونس تاع عجوزتها. صح ولا لا؟ أكو خايفين نعاود نسقسيكم واش منها زايدة عجوزتكم، كاينة ولا ما كاش؟
دونك احنا رايحين نبدلوا الاسئله، حابين انكم تتواصلوا معنا ونعرفوا اذا كنتوا حقا متقربين من عجايزكم، تعرفوا خصوصياتهم ولا لا، تعرفوا نفسيتهم، تعرفوا مزاجهم ولا لا. انا راح نسال دركا ايمان. قلت لي هي عماله تسال ليلى نحس ايمان مش هتسقسيني كانت تقول لي سقسي ليلى لا لا ماشي سقسي ليلى كانت حاجه واحده اخرى قالها لك المخرج من بعد هو يعاود يقول لك ما فيش سماع مشاهدي خلاص ما سقسي حتى واحد خلينا احنا نخرجوا من اللعبه ونخليو المشاهدين هما اللي يتفاعلوا معنا من خلال ارقام التليفون اللي تظهر اسفل الشاشه والاطباق خلاص عرفنا اليوم لما زال مازال يلا اذا نكملوا مع شفيلة كي نستعرض اطباقنا لنهار اليوم. اذا قلنا راح تكون عندنا كيش، الكيش تاع اليوم راح تكون كيش بالبطاطا، كمال السيدات عندهم بطاطا ماذا بيا يجربوا هذه الوصفه ان شاء الله مع انها بسيطه ومقادير متوفره. كتحليه راح يكونوا عندنا بيفيغيل او كؤوس بالشوكولا، يعني من بعد نشوفوا المقادير، نروحوا للوصفه الاولى اللي راح تكون طبق رئيس من بعد نرجعوا للتحليه. اذا راح في لي كيش هادو دائما عندنا عجينه كمرحله اولى وعندنا حشو كمرحله ثانيه وعندنا لاباغيا كيش يعني اللي ما يتغيرش. اذا المرحله الاولى هي هنا عندي لهنا انا راح ندير بلا واحد او مول واحد راح يكون عندي 250 غرام تاع الفارينه، راح ندير لها 125 غرام من المارغارين، ندير لها حبه بيض وعندي شويه تاع الملح. اذا حبينا نزيدوا شويه زعتر ممكن، حبينا شويه معادن وسياس كاين، لي زاغ دو بروفونس، يعني اي شيء تحبوا تنكروا فيه به العجينه فقط يكون ناشف، بصل ناشف، ثوم ناشف، ريحان، اي شيء. اذا 250 تاع الفارينه ندير لها 125 تاع المارغارين، نخدمها بالاصابع يعني طريقه المقص، ندخل مليح الزبده في الفارينه ونطمها بحبه بيض، ما ننساوش الملح قلنا والحاجه هذيك اليابسه. هنا الحبه تاع البيض تقدروا تخليوها كما تقدروا تنحيوها، يعني ممكن نحي الحبه تاع البيض ونجمعها فقط بالماء، المهم يكون الماء بارد. اذا هنا عندنا العجينه نعجنوها، نخلي ماشي نعجنوها راح نطموها فقط، نخلوها ترتاح من بعد نفونسي لو مول ديالي يعني تاخذ مليح الشكل تاع المول ونخليها ترتاح شويه من بعد ندخلها نطيبها. لازم تطيب ابلون يعني ما نحمرهاش تماما لكن لازم تنشف. اذا هذه ليتاب 1 المرحله الاولى. نروحوا للمرحله الثانيه اللي هي الحشو. الحشو راح يكون عندي البصل بو هنا راهو بزاف، راح ناخذوا هذه الكميه تاع البصل يعني زوج حبات بصل مدورين وعندي حبه خضر على البنه. ما ننساوش بلي البصل الخضر هذا عنده نكهه خاصه. واش ندير؟ راح ناخذ مقله ندير فيها شويه زيت وشويه زبده، الزبده دائما تبلل لي التقليه تاعي. اذا الزبده والزيت ونرمي فيها البصل. هنا البصل راح يكون شرائح كما كتبتوا، نقطعوا جوانح وندبلو، وهذا البصل الاخضر راح نقطعو مكعبات، هذا يدوب بالخف حتى يطيح البصل الاول باش نرمي القطعه الثانيه. نروح ناخذ البطاطا تاعي بعد اللي طاح البصل، البطاطا راح نرافيها، نقولوا احنا نكرفجها ولا نسكرفجها كل واحد كاش يقول، في المقله مع شويه ملح شويه فلفل كحل شويه جوز الطيب، يدخلها الطيب عفوا الطياب، نحيها ونقطع لها شويه تاع المعدنوس، واللي حب يدير القزبر ممكن. نخليو الحشو تاعنا يبرد ونروحوا نحضروا لاباغايا كيش اللي هي عندنا ثلاث حبات تاع البيض، علبه تاع كريم فخاش، وعندي فنجان تاع الحليب. كي قلت الجوز الطيب عرفت بلي لاكريم فخاش تكون. اه لازم لازم. لاكريم فخاش في لي كيش في لاباغايا كيش دائما حاضره. كاين بعض الوصفات نقدروا نديروا ان بيشاميل بصح لا بلوبار دي كيش تكون فيها لاباغايا كيش. اذا نروحوا ناخذوا لاكريم فخاش تاعنا مع البيض ثلاث حبات كاملين مع الفنجان تاع الحليب، نخلطوهم مليح يعني نضربوهم حتى يتجانس بلا ما ننساو اكيد في الجبن. عندي شويه جبن راح نفرغوا نديروا مع البطاطا والبصل يذوب تماما، وشويه الاخرى راح نخلطها مع لاباغايا كيش اللي عندي. انا بالعاني درت لو فخوماج بلونيون باش ما يقولوش السيده انك تستعملي زوج اجبان، بزاف يقولوا لي زوج اجبان ما يكونوش في البيت. اللي عندها متوفر في الفريجيدار لا باغيا كيش دير فخوماج غابي، اللي ما عندهاش تكتفي بلو فخوماج بلون، اللي عندها نص في المقله ونص في لا باغي. اذا لا كيش تاعنا راهي طايبه نص ياد راهي ناشفه. نحطوا الحشو تاع البصل والبطاطا اللي فيه الملح والفلفل الكحل الطيب كذلك وفيه المعدنوس ايطالي وهبيا، ونزيدوا نفرغوا فوقه لا باغيا كيش كذلك اللي ما ننساوش فيها الملح والفلفل الكحل والزيت الطيب، يعني كل حاجه تكون نكهه. نفرغوا عليها لا باغي وندخلوها للفرن على 180 ونخليوها تتحمر مليح، مع انه لتحت طايبه ما نخافوش عليها، ربع ساعه 20 دقيقه تكون لا كيش تاع البطاطا تاعنا جاهزه لطفي. بدوا المقادير ولا المقادير تاع التحليه الان؟ لا لا نروحوا للتحليه، اختاريت لكم اليوم تحليه تاع ديفيغيل
او شوكولا. اول خطوه راح يكونوا عندي، انا اختاريت اليوم هذا الكاطو باش نغيروا من هذاك الكاطو اليابس. هو تجاري شريتيه؟ شريتو تجاري، باسكو بزاف سيدات يقولوا لي نروحوا نطيبوا كاطو ونفتوه، يعني سا بخون دو طون، اما يحبوا حاجه تاع فيت في اي كاطو. عفوا، اليوم اختاريت لكم هادو مطريين، دابيتود نخيروا هذاك اليابس ونفتوه، اليوم حبينا نغيروا في لوكو، فيه شوكولا ومحشي وميم طون داخل. دونك يزيد لنا شويه في القيمه تاع لي هذا كلي لي غولي، كلي غولي وشوكولا فوالا تما فيه بنه. اذا فتت لو غولي وشوكولا تاعي في الفون تاع لي فيغيل اللي عندي، ونروح نحضر الكريمه. دائما نقول لكم انه الخبز عنده قائمه، عفوا عنده قاعده، الكريمات عندهم قاعده. انا القاعده اللي مديتها لكم نص لتر تاعي تاع الحليب، فيها زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا، وفيها ثلاث مغارف كبار حتى الاربعه تاع السكر. يعني انا هادو قاعده ما نغيرهمش، وشات فوش نضيف عليهم. مره ضفنا عليهم تفاح، مره ضفنا عليهم بنان، مره ضفنا عليهم دي غوفخات. كل مره واش نغيروا في هذيك التحليه، يعني مكونات بسيطه وراح تكون راقيه. اذا قلنا نص لتر تاع الحليب، زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا، ثلاث مغارف كبار تاع السكر، لا ننساو لافاني. نحرك مليح فوق النار، تعقد غير تعقد، نجبدها من النار ونضيف عليها 100 غرام شوكولا راح نقطعها قطع. وعندي لهنا مكون راني ما جبتوش، راح يكونوا عندي ثلث علب تاع كرام ديسير كراميل. اوكي، ثلث علب كرام ديسير كراميل، خيروا اللي يكونوا بنان، وهي مجبوده من النار، يعني مش فوق النار، نحيوها من النار ونضيفوا لها الشوكولا، نحركوا مليح الشوكولا يذوب، نزيدوا نرمي لها لو كرام ديسير كراميل، ونروحوا نفرغوه فوق لي فيغين تاعنا. ولهنا نقول لكم تقدروا تزيدوا عليها دي بانان، تقدروا تزيدوا عليها دي فريز، تقدروا تزيدوا عليها مكسرات، يعني كل واحد باش يدير. انا نعطيكم الوصفه وانتم ابدعوا فيها. كانت هذه وصفات تاع اليوم، كل ابداع، كل ابداع اليوم ما شاء الله. بدات لحقني ريحه البصل، البصل شميتها، بدات جاني لحلق غير بالبصل. شوف نعطي لك وحده هكذا خضره، ايه واش ندير بها؟ هكذا كلها صح؟ البصل مليح الله يكثر ما نقدر ما نحملش ريحته كيف. نحب ناكلوا البصل الرقيق هذاك، نحب ناكلوا مع اللوبيا، نحب ناكلوا مع العدس، نديروا لوبيا غدا، نحب ناكلوا مع الطعام، نديروا لوبيا؟ ايه خلاص مش عايزين مع البرد، راهو برد الحال، حصري غدا لوبيا ان شاء الله. باش تدفيو كريشاتكم كما نقولوا مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا بدفء بلاطو صباح الشروق. رانا نستقبلوكم مشاهدينا ونستعرض كل فقراتنا ومحطاتنا. وعدلان شفناه ولا مازال؟ مخرجنا شفنا عدلان ولا مازال ما شفناش؟ ما راهمش عدلان، خلينا نشوفوا عدلان، نشوفوا عدلان. هاوليك عدلان، هاوليك 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 عدلان، هذا هو عدلان اللي نهضروا عليه. اذا مشاهدينا سنستعرض باقي الفقرات والخدمات، وسنمر الى ايمان زميلتي مع فقره سير في الامان. وزميله ياسين صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير ياسين، انا حبيت نوجه سؤال لطفي. السؤال شنو هي الحالات اللي ما تسوقش فيها؟ الحالات اللي ما نسوقش فيها، الحالات كي نكون لابس بلغه اكرمكم الله، ما نسوقش فيها. كي نكون مريض، مريض حاكمت لي الحمى ولا اللي ما نسوقش فيها، ولا كي تموت لي لاسيورونس. كي تموت لي لاسيورونس خلاص زوك نشوفوا ياسين شحال يعطيك النقطة. ولا ما تكونش عندي سيارة تمشي عطي. إذا الموضوع ربما فهمون المشاهدين المشاهدات، هو ما هي الحالات اللي ما يقدرش الشخص أنه يسوق فيها؟ طبعا التفاصيل كامل راح نعرفوها مع ياسين حبي زميلنا ومقدم وموعد برنامج سير في الأمان. نعاود نصبح عليك بالخير ياسين. صباح الخير زميلتي إيمان، صباح الخير زميلي لطفي وشاف ليلى وكل يعني الفرقه التقنيه ومشاهدينا الكرام كذلك. على كل حال موضوع اليوم هو متى نتجنب السياقه، يعني احيانا انسان يتجنب السياقه. دونك واش ذكر لطفي ساعة بليغه وهذيك صح ممنوعات، ولكن هذو ممنوعات، هذو ممنوعات انسان يكون بليغه لانه تعيق السياقه، اي حاجه تعيق السياقه هي ممنوع الانسان يسوق. ولكن انا قصدت في هذا الموضوع متى يجب تجنب السياقه، يعني احيانا دي فوا الانسان ايفيتي باش يسوق. علاه؟ كما قالت شاف ليلى، النعاس، التعب، هذا امر يعني خطير. صح. وقلنا في حلقه ماضيه وحصه ماضيه، ومعليش نذكره انما ذكرى تنفع المؤمنين، ان الانسان ممنوع عليه يسوق فوق 9 سوايع، يعني فوق 9 سوايع. لانه علاه؟ لانه علميا راح يجيه الارهاق وراح يعني يتعب اكسترا.
وفي التسع سوايع هادو ما لازمش يكونوا يعني طريقة متواصلة، انما لازم 4.5 سوايع لازم يتوقف. كما في الصورة الاولى، الصورة الاولى هي تبين لنا على التعب، يعني هنا انسان راه يسوق سواء في النهار سواء في الليل، سواء في الليل باسكو عنده مونك سومي ولا في النهار كيف كيف لا ميم شوز. دونك ا مومون دوني الانسان كي يجيه يعني يعني كما يقولوا يحس روحه باللي اعراض التعب، من يعني دي بريفيرونس يستاسيوني ا دروات ويريح شويه. شحال تكون مده الراحه هكذا؟ الراحه يعني غير زعما يقعد شويه يضربوا شويه هو، ولا الا كان نعسان فريمون هذيك ربع ساعه نص ساعه 20 مينوت، ولا كشف يعني مقهى في الطريق في كافي ولا يعني يبدل شويه باش يعاود يفطن، باسكو كثير من حوادث المرور صرات من خلال هذا السبب، لانه يقول لك نستنى نزيد شويه نقرب من الحق نقرب من الحق حتى مومون دوني يرقد. بون ماشي يرقد، مي الغفله هذيك الغفله هذيك تديك الى ما لا يحمد عقباه. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، الانسان كيتناول في الصوره الثانيه، الانسان كيتناول ادويه يعني مهدئه او ادويه يعني كاين ادويه اللي تاثر على حاله الانسان. كاين بزاف ناس يتناولوا ادويه ما يقراوش لا نوتيس اللي الدواء ينعس ولا فوالا بارك الله فيك. دونك في الدواء مكتوب لانديكاسيون في لا نوتيس باللي هذا الدواء راح ينعسك وراح يخر، دونك تجنب السياقه. دونك مرسوم هكذايا تجنب يعني السياقه. وكاين ادويه ماشي مهلوسات ولا ادويه عاديه، كاين ادويه تاع الرجي تاع النوم ولا تاع الرجي تاع الحساسيه، يعني انسان يتفادى باش يسوق. الحاله وقت اخرى هي في حاله انسان كيكون في حاله تحت تاثير الخمر، وحنا نتفهموا على كل حال باش نشاهدوا الكرام. من الممنوعات؟ لا نعم، من الممنوعات. ممنوعات وايضا من تجنبوها. فوالا نتجنبوها. دونك قبل ما ندخلوا في الناحيه العلميه والقانونيه، احنا كما معروف وديننا الاسلامي هو حرام الخمر، والايات كثيره يعني يا ايها الذين امنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والانزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه باش نتفاهموا على هذه النقطه. دونك وعلميا كيفاش الانسان كيتناول الخمر، كيتناول واحد النسبه تلحق 0.2 غرام في الليتر تاع واحد تاع الدم، يصرى هنا اولا اضطراب في الرؤيه، اضطراب في الرؤيه، كاين امور الانسان ما يقدرش يتحكم فيها. كي يلحق من 0.2 غرام ل 0.5 غرام تاع الكحول في الليتر تاع الدم، هنا تولي رده الفعل ثقيله، ما الانسانش ما يستجيبش. وكي من 0.5 ل 0.8 غرام، هنا تولي يعني شلل في العضلات يعني استرخاء كما يقول استرخاء في العضلات، واللي الانسان ما يتحكمش في نفسه. دونك المشرع الجزائري هنا في الجزائر كي يلحق نسبه 0.2 غرام في اللتر تاع الدم، ممنوع عليه السياقه. السياقه يعني راهو في حاله سكر، قياده او سياقه في حاله سكر. هنا فيه صح رخصه السياقه، وهذه تعتبر ليس مخالفه، تعتبر جنحه. لانه الجنحه تترتب عليها يعني غرامه ماليه والسجن. دونك المشرع الجزائري كي يحكم انسان يسوق وعيروا له الدم تاعه، كيفاش يعيروا له؟ يعيروا له بجهاز خاص لدى الاجهزه الامنيه، يعيطوا له مكحل التنفس. كما هذا؟ هذا هو مكحل التنفس، الكوتيست، يعني ينفخ الانسان. دونك بكري قبل ما الجهاز باسكو الاجهزه تتطور، بكري كان واحد كيس يتنفخ فيه يتبدل اللون تاع الكيس هذاك، هنا فيها نسبه تاع كحول في الدم تاعك. الان الاجهزه تطورت، الان الكترونيا، وكاين حتى يعني درت روبورتاج مع الدرك الوطني، ماشي حتى تنفس، قبل ما تنفس يستشعر الجهاز انه كاين ريحه الكحول، دونك يديتيكتي هذاك الجهاز يديتيكتي. دونك كي يعينوه في الحاجز الامني باللي عنده نسبه تاع كحول، هنا يروح الاجراء الثاني هو التحليل البيولوجي، يدوه ويعيروا له الدم، تحليل الدم فوالا، ويشوفوا شحال النسبه. اذا لحق النسبه 0.2 غرام في الليتر، هنا راهو في سياقه في حاله سكر. هذه في حاله ما كان يسوق في حاله خمر وما دار حتى حادث، لكن يعني في حاله ارتكب حادث، في حاله ارتكب حادث وجرح انسان، هنا يختلف. هنا الغرامه تكون اكيد تكون السجن حتى لخمس سنوات، والى قتل لا قدر الله، كيف كيف العقوبه تتضاعف. صح، إذا كان هذا السائق في مركبة تاع نقل بضائع ولا حافلات ولا نقل مسافرين وهو في حالة سكر، العقوبة حتى خاصة في حالة ما
قتل خطأ تلحق العقوبة إلى حتى 10 سنوات سجن نافذة، والغرامة المالية حتى 100 مليون، يعني 100 مليون سنتيم. دونك الإجراءات القانونية صارمة في هذا الشيء. طبعا. وكي نهضروا على الخمر نفس الشيء يكون بالنسبة للمواد المخدرة، المخدرات كثيرة، لأنه هي نفس الحكم. حتى ربي قال، حتى رسول الله قال يعني ما يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فوالا. دونك نفس الشيء واش قلنا بالنسبة للخمر، قلنا نقولوه بالنسبة للمخدرات. وحنا 0.2 غرام إنسان كيلحقها، دونك راهو في حالة سكر. حنا حاجة قليلة حرام، سي نورمال. رسول الله واش قال؟ قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. دونك حاجه اللي تسكرك وهي بزاف، دونك شويه تاعها حرام. دونك نفس الشيء بالنسبه للخمر، نفس الشيء بالنسبه للمخدرات، اي حاجه تسكر كل حاجه تدوي بالعقل، كل حاجه كل حاجه يعني المهم كي عيروا لك الدم تاعك تلحق 0.2 غرام، يعني راكي في حاله السكر وترتب عليك اجراءات قانونيه. وكل بلاد وكيفاش. احنا في الجزائر 0.2، في فرنسا 0.5، في كندا 0.8، محبين يحطوها 0.5. دونك كل بلاد عندها التشريع القانوني تاعها. دونك هذه كانت الحالات اللي الانسان لازم يتجنب باش يسوق. ولكن كاين حالات نفسيه كذلك، اضافه الى الحالات الفيزيائيه والبيولوجيه، كاين حالات نفسيه. الانسان كيكون في غضب شديد، غضب شديد يتجنب السياقه، لانه في الغضب هذا كانه راهو شغل بركان. صح. يسوفي واحد ما تسيطرش على رده فعلك. يصير في واحد يدير له امتجاج هكذا، يدير له هكذا برك، فالبركان هذاك ينفجر وراح ياثر على طريقه قيادته. احيانا الجانب النفسي يضر اكثر من الفيزيولوجي. فوالا، والعكس كذلك. يقول لك بعض المختصين بالفرح الشديد، حنا قلنا الغضب الشديد والفرح الشديد، كي يكون واحد يطير بالفرحه دوك دي بريفيرونس يكالمي روحه دوك ما ياخذش يعني السياره تاعو ويقود بها، لانه راح يدير سرعه مفرطه اكيد هذا من خلال الدراسات النفسيه، فيؤدي الى حادث مرور، والفرح هذاك اللي كان فيه فرح شديد راح يعني يتحول الى حزن شديد. احنا ما نتمناوش هذا، ان شاء الله ايامكم دائما فرح وسعاده. يعطيك الصحه ياسين على كل هذه النصائح. شكرا لك. اذا كان معنا زميلنا ياسين حبي، مقدمه معد برنامج سير في الامان اللي دائما تشوفوه كل يوم، كل يوم خميس على الساعه 8 مساء على شروق نيوز، على شروق نيوز. اذا كونوا في الموعد، على شروق نيوز. اذا كونوا في الموعد، وحنا دائما في برنامجنا نبقاو في الموعد مع فقراتنا المتميزه. الكثير من الضيوف ان شاء الله راح نستقبلوهم تباعا، لكن نخلي ربما لطفي نشوفوا شاو يدير قبل. ياسين يعطيك الصحه، استفدنا كثير من خلال كل هذه التوصيات، ومازلنا مكملين مع الشيف ليلى اللي راهي تستعرض في اطباقها. كنا تعرفنا على كل المراحل وكل الخطوات اللي راح نشوفوها عن قرب بمرافقه من المخرج محمد لامين جنادي، لكن قبل ذلك راح نشوفوا هذا التقرير. تنقلت زميلتنا اسماء كاميرا صباح الشروق الى احد الفنادق بجزائر العاصمه اللي كانت محتضنه فعاليه شارك فيها العديد والكثير من الاطباء حول اليوم الدراسي، حول اليات تشخيص الامراض، امراض المناعه والسكري. نشوفوا مع بعض حيثيات هذا الملتقى بقراءه من زميلتنا اسماء، من بعد راجعين. يلا تفضلوا. الكشف عن الأمراض من خلال التحاليل والأجهزة الطبية الحديثة هي إشكالية الصحة والعلاج التي تؤرق المواطن. الشركة الجزائرية لتطوير صناعات الكواشف بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية نظمت يوما دراسيا حول آليات تشخيص أمراض المناعة والسكري، والذي قدمه البروفيسور البلجيكي داميان غروسون. La journée s'était centrée sur le diabète et comment le laboratoire et les biologistes peuvent aussi faciliter le diagnostic d'un diabète, le suivi des patients diabétiques, c'est important,
et quels sont les dosages à utiliser dans ces différents cas? Cette société justement qui vient de découvrir très récemment et mettre sur le marché chinois le diagnostic pour le coronavirus. Et entre autres, cette société en fait produit un panel de 160 paramètres pour les différents marqueurs tumoraux, cardiaques, thyroïdiens, osseux, etc. Currently, we installed more than 350 equipment in Algeria. Also, after in China, we get the coronavirus. We are also the first Chinese company to manufacture the immunoassay reagents for coronavirus. Besides this, we also have more than 160 parameters to test different viruses. Actually, each year we attend a lot of local exhibition, and we hold a lot of workshop, seminar, and we invite some professors and doctors from Europe, from Africa, and also, of course, from China. To be here to speak about some new scientific. وكان محور النقاش جهاز ماجلومي الذي يعد الأول من نوعه في الكشف والتحليل. Et la machine, donc on a discuté de tout ce qui est automate d'immunoanalyse. Ici, on a la plateforme Snibe Maglumi qui permet de faire différents dosages donc pour le diagnostic du diabète. Je pense à l'insuline, ses peptides. On a aussi un typage des différents diabètes et donc notamment la maladie auto-immune avec le dosage des auto-anticorps du diabète. J'ai amené un professeur belge pour parler des marqueurs de diabète qui sont analysables sur cet appareil qu'on fournit en Algérie. Donc l'objectif premier, c'est de vulgariser ce type de test, donc pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ce type de test. Le second objectif, bien sûr, c'est de proposer et de mettre en place une veille qui permet aux médecins d'être toujours à la page de ce qui se fait de nouveau. وتعد مثل هذه الأيام الدراسية فرصة للتعرف ولنقل تقنيات العلم الحديث وتبادل الخبرات للارتقاء بقطاع الصحة في الجزائر. إذن كان هذا الملتقى حول آخر التقنيات الخاصة بالكشف المبكر لأمراض المناعة وأيضا أمراض داء السكري. بالموازاة وفي نفس الفندق كانت هناك أيضا فعالية أخرى، ملتقى كان استفاد منه الكثير من الأطباء جراحي الأسنان لتعرفوا على آخر التقنيات الحديثة في هذا العالم في زرع الأسنان، وكان بإمضاء مميز من الدكتورة منتهى الحاج اللي كانت رافقت العديد والكثير من الأطباء. نرافقكم مشاهدينا من خلال خدماتنا التي نستعرض من خلالها الكثير من المواضيع. محطتنا الموالية هي حياة الروح بإمضاء ميز أكيد من الأستاذة المدربة الدولية في تنمية الذات وتطويرها ورفع الوعي بالوحي وأيضا تحبي هذا الجمل والمعالجة أيضا بالطاقة الحيوية رفع الوعي بالوحي والمعالجة بالطاقة الحيوية رفع الوعي بالوحي والمعالجة بالطاقة الحيوية عاوديها رفع الوعي بالوحي والمعالجة بالطاقة الحيوية لازم نحفظها. هذا هو التحدي. أجمل وأحلى تحية لكل من انضم والتحق بنا واخترق قناتنا الشروق العامة برنامجنا الصباحي صباح الشروق. نحاول دائما أن نرفع من الوعي، نحاول دائما أن نعالج الطاقة، أن نعالج بالطاقة الحيوية التي تبعثها دائما أيضا. صحيح. نية. إنما الأعمال بالنيات. صح. ولكل امرئ ما نوى. إذا النية هو الموضوع اللي راح تعالجه الأستاذة اللي ذكرت كل هذه التخصصات داخلة في مجالهم زينب سكندر. أستاذة صباح الخير. دخل الخشب. بالإضافة لكل هذا كاتبة. كاتبة. الله يجزاك ما شاء الله. مرحبا بك. أهلا. صباح. حسن النية هي اللي خلتنا نلتقي. صح. صحيح. صح. وخلك تلتقي بجمهورنا في برنامجنا الصباحي صباح شروق. الحمد لله. نعرف النية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني رأيت هذا الموضوع لأن حسيت باللي الناس ما عادش عطيته الأهمية التي يجب أن يكون عليها. يعني الحياة تاعنا ككل
حياتنا ككل تقوم على هذا هو قانون مبني على النوايا. هو قانون يعني من قوانين الكونية في عند الخارج عن مسوء سي لو بوفوار دو لانتونسيون. حاجة يعني عظيمة يعني نطرقوا لها طاقيا وإحنا كمسلمين روحيا. والنوايا الحسنة فيه نوايا سيئة فيه نوايا معاكسة. يعني إن شاء الله بإذن الله في خلال هذا الأسبوع حنغوص يعني في النوايا وكيف تكون لله سبحانه وتعالى إحنا كمسلمين، لأنها تقوم على الإخلاص ثم تعدد النوايا في الشيء الواحد يعني في العمل الواحد تكون فيه نوايا متعددة. كما قلنا أن الصحابة كانوا تجار نوايا، يعني ما يقومش الإنسان بعمل حتى يعدد نواياه لكي يبتغي الأجر من كل هذه النوايا. تجار نوايا كيف تجار يعني نوايا. تجار نوايا كانوا في العمل الواحد تكون لهم نوايا كثيرة، يعني يبتغون الأجر الكثير الأقصى من عمل واحد. كان يحكى في السلف يعني أظن على أنه شافعي أو كان جاو طبطبوا عليه قالوا له تعال معنا عنا محسوب نروحوا نشاهدوا جنازة. قال لهم انتظروني غير روح وروح ولا دخل وخرج. قال لهم الآن أنا مستعد للذهاب إلى تلك الجنازة لأنني معي 60 نية. يا صح واش دار كي دخلوا الله يعني باش يقول لك باللي انها عدد النوايا في العمل الواحد. مثلا كيف نعدد النوايا؟ زعما احنا نقولوا امراه راهي رايحه تعظم لاجر الا كانت جاره هذه من الجار حق الجار عليك ثم انها ادخال السرور على قلب المؤمن حتى تواسيه في محنته. إذا كان يعني على سفر ما كان عليه أطفال ولا كان عندهم يعني أطفال راح هذا راح يولي يتيم تمسح على رأسه وراك مسحت على رأس اليتيم راك إلا كانت فيها يعني مسافة بعيدة عائلة راح تكون فيها صلة رحم مسافة بعيدة على مسافة سفر. بعيدة يعني راهو خضع قصد أن يعني مواساة المسلم والمشي في جنازته للرجل ويعني المرأة تكون حاضرة مع إذا دت معها طعام لأنها إطعام الطعام يعني صدقة. قال الناس راهم مغبونين ما همش حيقدروا تدي معها طعام تدي معها أكل هذا أكل نوايا ولازم ننويهم ونذكرهم لا تذكرها بينك وبين نفسك مجرد الفعل لأن النية تؤجر عليها. إحنا في الدين تاعنا النية هذا الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى يعتبر ثلث الدين. وكل عباداتنا مرتبطة بالنية يعني هي إنسان كإنسان ككيان هو روح عنده يعني ذبذبات تاع الروح ولا ذبذبات تاع الأفكار ولا ذبذبات تاع المشاعر ولا ذبذبات تاع الكلمة. في كل هاته كاين نوايا. دوك انت ذيك الكلمه اللي طلقتها أو اي باي نيه انك راك ساركاستيك ما راك تتمسخر ولا بنيه صح راك صادق في يعني نيه ادخال السرور عليه. يعني نوايا هنا راهي ربي سبحانه وتعالى يعرف نيه كل واحد منا. لذلك إذن كانت اعمال القلوب يعني نيتك عندما تطلقها. اذا نعم. هنا بما ان المولى عز وجل يعلم بنيه كل شخص صح؟ وعن كل فعل نقوم به. إذا يعني تكفي تجزي عن كل شيء؟ صح؟ مسعوره الأجر هنا إذا كانت لم تكن فيه نية. زعما أنت مرة راحت للعرس. أي أنا الروح حتش جاتني نخاف لا تقول على ما جاتنيش ولا. تبقى غير في ما جاتني ما جاتنيش. ما كاينش نية باللي رايحة. ما لا إدخال السرور على قلب المؤمن، ما لا أنها يعني واحد يكون فيها يعني صلة رحم لا كانت من العائلة، لا كانت جار أنها ما زلت عندي هذيك جار وراحت زعما بدلت المضرب، يعني عندي دائما هذيك الصلة بيناتها لأنها كانت جار والجار حقه يعني يبقى قائم حتى يتفارقوا يعني بالحياة، يعني هذه كل نوايا. نوايا لازم الانسان. اذا احنا الخلل انه المشكل انه ما نعرفوش ننويو. ما نعرفوش ننويو ولذلك اصبحت الحياه عندنا شبه تافهه يعني كانها معصوبه راني عايش وخلاص. لا انت كما قال احد الصالحين
أنا أظنه قال هو صحابي ولا من التابعين، عمر بن عبد العزيز قال والله لا أحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي، حتى النوم يصبح فيه نية، يعني راك راح ترقد صحية نية، نية باش نوض أنا مصحصح باش نوض صحتي باش نقدر أنا نقوم بالواجبات. طيب يعني فيه نية. طيب كي ننوي بيني وبين روحي زعما أنا راح نرقد، نويت بالله أني راح نرقد، لكن نقولها الداخل نقول لقد نويت. لا تقولي نية هنايا زعما أنا أضبطت المنبه على نية أني نقوم للسحر للصلاة. هيك عندك نية. درت فعل. إيه يعني نيتك أنك كنت زعما ترقدي بكري نية المحافظة على الصحة، هذه نية وربي أجرك عليها، لأنك راكي الأمانة اللي عندك كصحة راكي تقومي بها. النية أنك تقومي لصلاة الفجر، هذه نية، نية عظيمة يعني، حتى ولم تقومي زعما نسيتي ما درتيش منبه ورقدتي. النية المؤمن خير، قال لك عمل نية بدون عمل خير من عمل بدون نية، لأن النية هنا حتى ولم تعملها خلاص الاجر دي هنا يدخل حسن النيه، هنا يدخل حسن النيه. برك وفي الصدقه كي ننوي نحب نصدق على الشخص، يعني انسان توفى ولا حي ولا هاشوفي نقول بلي لفلان لان الصدقه بنيه شفاء المريض ليست هي الصدقه بنيه يعني الميت انها تغفر ذنوبه وتروح له الحسنات، وصدقه ليست بادخال سرور على كلها، تقدر تكون مجموعه كلها في نيه واحده، تقدر تكون يعني مخصصة غير لهذاك. لا أنا نويت اليوم نصلي على النبي بنية قضاء الحاجة، وممكن هذه يعني لأن يعني بصلاة على النبي تقضى الحوائج، عندي نقرأ قراءة القرآن بنية صلاح الولد زعما سورة البقرة، حتى يعني النوايا هي في حد ذاتها هي ما يصدر يعني هي في الداخل، هي تتشكل داخليا في القلب ثم تبعثي بالذبذبات هذوك الى العالم الخارجي الى عالم الاحتمالات، هذه طاقيا كيفاش كي نضعها على النيه تروح لعالم الاحتمالات، ثم هي طاقيا يعني في الكون تهيئ لك المكان والكون سيتآمر كله لتحقيق نيتك الصادقه. اذا اي عروسه تدخل جديده الدار عجوزتها تنوي انه راح تقابل عجوزه مليحه راح تتهلا في عجوزتها هكذا باش تدخل صح؟ ما 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 عاشه يعني الجيل الماضي من عيش يعني في شويه يعني صراع، ان هذه برمجه برمجه عبر الاعلام ولا المجتمع ولا انا ردي بالك من العجوزه، عجوزه راهي واعره راهي تشيبك راهي يعني هي تروح على ديفونسيف العروسه تروح بنوايا اوه انا لازم ندير انا نسكر على روحي ولا ما نقدرش ولا ما تعاملهاش كأم، والعجوزه لا ثاني بصح النوايا هنايا اذا الانسان كما انا في الدوره عندي تاع جذب شريك الحياه ان نقول لهم قبل ما نطلقوا النيه تاع الزواج انتم حدوا لي على الاقل على الاقل 20 نيه من هذا الزواج. وعلاش راكي حابه تزوجي؟ ما عارفي باللي طاعه الزوج من الحاجات يعني كانها امر، لانها من مات وزوجها راض عنها دخلت الجنه من ايها باب شاءت. ايماجين هنا رضا الزوج هي راهي تبتغي به حاجه من نوايا الزواج. هذا يخليها كل ليلة لا يرقد الزوج إلا وهو راض عنها، لو كانوا في شجار ولعل وعسى ذاك الزوج يموت ورقد وين راح تسيبوا أنا باش دخلت مات وهو غير راضي عنها، إبا هذا وين راهي زعما ابتغت من هذه النية أنها تدخل الجنة بالزواج وأنها نصف الدين وأنها يعني غير واحد تزوج. شوفوا النوايا كاين اللي نيته في الزواج غير صالح. كيف ذلك؟ كاين كيف غير صالحة؟ يعني الزوج يكون شاذ متزوج باش يكون عنده ان تخيك في المجتمع، قال له مزوج يتخبى مور، هنا راح يدير في حياته امرأة تعيسة، امرأة غير يعني تحس في روحها كأنها استعملت لأن الشيء الخطير هنا من لم تكن له نية فسيدخل في نوايا الآخرين، هذه الخطورة. إلا ما كنتش عندك من الصباح ولا من الليل تكتب نواياك اليوم فيدخلوك الناس في نواياهم،
خبيثة كانت أو حسنة. والأولويات، هل من أولويات النوايا؟ بالطبع رضا الله هي أول الإخلاص هي عمل من أعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. شوف هو وش حب. كان هذا الحديث جاء في الهجرة إلى المدينة، كانوا الناس راحوا يأزروا الرسول صلى الله عليه وسلم ينصروا الدين كل حاجة، هذه النية. كالذي ذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المرأة التي يحبها كانت في المدينة، لا هو كان استشهد. شوف النية اللي راح عليها، والأخرين الصحابة النية اللي راحوا عليها لمؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. شتان بين النيات، بين نية هذا ونية هذا. كذلك يقاس كل إنسان نيته هكذا، أنا هذه نيتي لله أو لماذا؟ تقدر في تعدد النوايا أولا تكون لله، ثم لا 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 تدخليها 60,000 حاجة، يعني ثم لأنك لم تشركي بالله، لأنها خرجتي من حولك وقوتي إلى حول الله وقوته، يعني أولا في الإخلاص تكون لله، النية لله، تجريد النية لله، ثم تجديد النية كل يوم أني هذا الإنسان. يعني تواجدكم هنا ولا تواجدي هنا ما كانش عبث، كان بنية. يعني إنسان، وأنا هذا الكلمة أنويناكم الاستفادة، أنا ماذا بي هنا بنيتي هذه، حتى بنيتي في تعلم هذا العلم ولا قراءة الكتب الكثيرة ولا كتابة الكتب، أني بنيتي هذه أن الناس تتغير إلى الإيجابي، أن الناس ترفع معنويتها، أن الناس الجانب الروحي يكون عندهم يعني الأولوية في حياتهم، لأن احنا نروح مانيش جسد، أنا روح تلعب دور. هذه كل نوايا يعني إن شاء الله يا ربي يتقبل مني، لأن النية هي كل شيء. هي تكون بعثتها قلنا أولا تتشكل في العالم الداخلي تاعنا، ثم نبعثها للعالم الخارجي يعني للكون، هي لفضاء الاحتمالات الكثيرة، ثم هي تهيئ لك الكون لكي تحقق لك ما نويت. هذه هي النية يعني طاقيا. وإحنا قلنا أن النية تسبق العمل، لكن النية تروح للمولى عز وجل ولا تروح للكون؟ كيف الكون شكون مسخره؟ الله سبحانه الله عز وجل. هنا كي نقولوا كاش حاجة، لأن النية أنها في ذاك اللي استعملت أنا الكون، لأن ربي مسخر لي الكون. نستعمل أنا كل الأشياء ولا حتى يعني كل شيء مسخر، وأنني نعمل نستعمل ما سخر لي، لأن الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت نوايا الإنسان خاصة المسلم تكون أولا لله. كيفاش أنا سخر لي كلش باش أنا نروح ندير للناس؟ ما تجيش. الله سبحانه وتعالى هو أول ما واحد ترضي. علاش ننويو أستاذة باش نحددوا وين رايحة النية، ولا لأنه نسناوا أنه نديو عليها أجر ولا؟ بالفعل. لماذا ننوي؟ لأنه يعني أولا احنا رانا في رسالة. ذكرنا نلعب دور. أنتين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كل واحد تحصى يعني على نواياكم ترزقون، وعلى النية ثانية سنحاسب. كاين في العمل الصالح في اليوم القيامة على ما يروي يقول إنسان يجي عند الميزان يشوف حج، يشوف مساجد بنيت، يشوف يقولوا يا ربي والله أنا ما درت هذا كل، قولوا لا لا على صدق النية أعطيت لك هذا كل، ما دار والو. وكاين اللي راحوا للحج والنوايا لم تكن زعما خالصة لله، هذاك دا أجر. قلت لك نية بدون عمل خير من عمل بدون نية. بدون نية. شفتي الفرق؟ وراه فرق شاسع. اللي دار المنبه وما ناضش وما صلاش وعنده نية أن ناضي يصلي دار الأجر، واللي طرع عليه النوم وما ولا عنده بايز مش عارفه وناضي يصلي باسكو ولا واحد يصوم بايز بنيه ان يبعد كل يوم 70 خريف عن النار، ونيه انه ولو انه النيه الثانيه ثاني اجر عليها لان للصحه ولا من الاولويه لله سبحانه وتعالى. احنا هنايا اللي كسب الحسنات وكسب ال يعني قصدك اللي حاب يدير حميه الحميه يعني. ولو انه يعني تدخل في نيه ان انا نحافظ على ذي الجسم،
لان ذا الجسم او امانه ذا الجسم او لازم نكون في صحه ما يكونش فيه يعني تدهور صحه عند وما نقدرش نصلي بتدخ ايامي الاخيره ولا يعني صحتي راهي امانه وبها راني نعبد ربي تدخل في النوايا الحسنه يعني حتى يعني الناس دوكا معظم الطلاب حتى كي يكون عندي انايا في دوره اسرار النجاح نقول له قل لي ما هي النيه من كونك راح تكون طبيب ولا عدد لي ام 20 نيه انت غير راك رايح برك زعما شوفوني لازم نكون عندي ان ستاتيو لازم نكون ميدسان وما دخلها في نوايا روحيه تؤجر عليها يوم القيامه ما تخليهاش يعني غير في الجانب المادي الدنيوي خليها تكون عندها اكثر من هذا النيه شيء خطير لان قلنا انها ثلث الدين لو كان انسان ما يديرش هذه النوايا يعني ما يكونش عنده ذيك الطاقه الايجابيه وذيك الشغف وهذيك ما يكون عنده زعما شيء تافه اني راني نخدم خلاص لا قول اني راني نخدم لاني راح نقوم بالمجتمع راح نعف يدي لاني راح اكتسب مال حلال كل هذا يعني مش انسان لازم يعدد النوايا يدخل هكذا بينه وبين روحه احنا كاين متصله متصله عندهم نيه انه يتكلموا معنا نقول له الو صباح الخير الو صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا الو وي مرحبا الله يسلمك نتعرف عليك امل مقسنطينه امال مقسنطينه مرحبا بك مرحبا بك وبكامل ناس قسنطينه يسلمك اكيد تتابع برنامجنا؟ يعني نتابع كل صباح الموضوع اللي جلب انتباهك اكثر شيء ملفنا الرئيس اللي خيرناه حول العلاقه بين العجوزه وعروستها ولا الموضوع اللي يتعالج فيه الاستاذه زينب اسكندر؟ الموضوع بين الحامات والكنه ايه عندك تدخل؟ هذه ضحكه واعره هذه يا درا يا درا وشي مخبيه ساكنه مع عجوزتك؟ ديري النيه واحكي لا ساكنه وحدي وحدك بصح انا وعجوزتي جيران جيران ماشي بعاد جيران والعلاقه تاع الجار مع جاره ولا العلاقه تاع اليمات مع بنتها ولا العلاقه تاع العروسه مع عجوزتها؟ العلاقه نورمالمون بين الجار وجاره بين الجار وجاره؟ جار وجار كاين حدود يعني بصح الحمد لله مهما هي قبيحه لازم تحملوا قبيحه كيفاش قبيحه؟ انا انوي حكمتي عليها كيفاش حكمتي عليها بلي قبيحه؟ كان ما حبتنيش ولا ايه بصح الحمد لله في حياة الله ملي جيت ما رجعت لها حتى كلمه ما كيفاش ما حباتكش؟ بينت لك قالت لك وشنو؟ كيفاش عرفتي بلي ما حباتكش؟ بافعال باقوال؟ قول لي شحال من خطره تبين هكا تكون مليحه ومن بعد ترجع ما تهضرش معايا ما بالك تحبك بزاف هذه راهي من قوه تحبك بزاف حتى تبدا تحس براحتها في الكلام وتبدا تلقائيه معاك ما نعرف نتمنى تكون هكاك شحال عندك زواج؟ عامين الله يهديك مازالك جديده شحال عندك اولاد؟ طفله ربي يخليها لك ان شاء الله يا رب ربي يخليها لك وشحال في عمرها بنتك؟ 8 شهور اي الله يبارك الله يبارك ما شاء الله وجارتك هذه عجوزتك هذه راهي تجي تطلع على بنتك ولا لا؟ كل يوم عندهم بنتي تهبط لعندهم انت تهبطيها لهم؟ نهبطها لهم كل يوم عندهم ايه وكي تروحي بيديك فارغين ولا تدي معك ماكله تدي معك قاطو؟ لا نهبط لها ماكله الحاجه اللي نديرها هنا في داري نهبطها لها. ايه الله يبارك. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ويماك الوالدين تاوعك كاينين؟ كاينين. ربي يطول عمرهم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. واش اول وصيه وصاتها لك يماك كي عدتي راح تزوجي؟ بالك ترجعي الهضره لعجوزتك الحاجه اللي ديريها هبطي لعجوزتك احترميها قيميها. اللهجه تاعك تبني سكيكديه لا؟ لا قسنطينيه بنت لي عندها الاكسون تاع سكيكده
لا لا من جيجل مزوجه في قسنطينه. اه جيجليه الله يبارك. الله يبارك. حكيت باللي لاكسون ماشي تاع قسنطينه. اه الله يبارك خير الناس. يعيشك. وكي طيبي طيب تاع جيجل تهبطي لها تعطي لها الذوق؟ ايه نطيب لها طيب تاعها. دير عيد ميلادها ولا ما ديرش عجوزتك؟ لا لا. ما ديرولهاش كاع عيد ميلاد ما تحتفلوش بها كاع. لا لا. هي حتى تقول لك حرام. وكادوات تعطي لها كادوات ساعات ساعات كلخيلها ولا لا لا؟ كادوات. وقتاش اخر مرة؟ نشري ليا نعطيها، واش نشري ليا نشري لها. الله يبارك. الحمد لله. الله يبارك. الله يبارك عليك. و عجوزتك عندها بناتها ولا ما عندهاش؟ عندها ستة الله يبارك. ستة الله يبارك. الله يبارك. كاع ساكنين معاها ولا متزوجين؟ كاع متزوجين غير واحدة بلا زواج. واحدة برك اللي عايشة معاها؟ اه واحدة برك. وعلاقتك معاها كيفاش؟ الحمد لله يا ربي كما اختي. الله يبارك. الله يبارك. يعني تفهمي معها اكثر من اللي تفهمي مع جوزتك؟ ايه نتفاهم معها كما اختي. وكاين عرايس واحد اخرين في البيت؟ لا لا انا الاولى. سلواسك ها؟ لا لا انا الاولى. انت الاولى يعني لازم تكوني انت المفشال. ايه. المدله. وكيما تكونش مليحه معك عجوزتك بنتها توقف معك ولا مع يماها؟ بنتها ما توقف لا معايا لا معاها. مليح مليح. تقولي سعفي. سعفي يا والله. وانت تسعفي انت تسعفي. نسعف انا مهما عجوزتي كي شغل قدام الناس تقولهم الحق مهما نهضر معاها مهما. هذاك هو الصح دعوي الخير هذاك ما دعوي الخير. ما ترجع لي الهضره ولا تقولي ايها يما تسكت. كي تعيط عليك يماك تغيظك ولا كي تعيط عليك عجوزتك تغيظك؟ ما يغيضونيش في زوج. الحمد لله. الحمد لله. هذا وين لازم يكون. آه شكرا بقى. لك راهي معنا الاستاذه زينب اسكندر اذا كان عندك انشغال سؤال حابه تطرحيه لها. لا لا ما عندي حتى سؤال. وهي معنا ايضا شاف ليلى اذا حبيتي تطلبي اي وصفه ولا مرحبا. يسلمك اختي. شكرا لك يعطيك الصحه على اتصالك. شكرا لك تحيه لك ولكامل ناسك واهلك في قسنطينه وفي جيجل شكرا لك. إذا نرجعوا لك أستاذتنا كما شفنا النية هي اللي تغلب كل شيء. هي هنا تنوي بها أنها تصبر لوجه الله حتى يعني تبرهن لها بلي صح مليحة وهي تنوي بها رضا الزوج لأن كيشوف بلي كاين علاقة سيئة بين أمه ما هو راح يكون يعني مش ما يكونش مرتاح يتضرر تنوي بها رضا الزوج لأن أمه هي جنته لازم تساعدي على رضاها وهذه يعني تأجر عليها لأنه هو راح يكون مرتاح. يعني خير المرأة من أعانت زوجه على أمره دينيه ودنياه. هذه المرأة الصالحة. وهذه كل نوايا مش راح تروح لك. وكونتخيغ راح ربي راح يأجرك وراح يعطيك على حسب نواياك الساعة الحسنة. وكونتخيغ تولي هي وقال انت احب انسانه ليها من بناتها ولا يعني اصبري واحتسبي الاجر لله. احنا بنيه الاحتساب ما يطرحناش الاجر. نحتسب الامر لله سبحانه وتعالى وعلى كل شيء نؤجر. احنا لطفي واستاذه عائشه تشاطوني الراي في المجتمع الجزائري عندنا عفسه مش مليحه. ان واحد كيكون نياته صادقه بزاف نقولوا عليه مسكين نيه. صح نيه بزاف اللي نايف. علاش عندنا حيلي علاش عندنا هذا المنظور الواحد كي تكون نيته صادقه في كل شيء يعني مع اختلال الموازين اكل ولا صاحب النيه الحسنه كانهم يعني قليل مي مول النية الصادقة دائما يربح. صح. حتى وكان يقولوا عليه صنفو فإذا بينه وبين ربي راهو نواية حسنة هو ما يهموش الناس. احنا ربحنا شفتك اليوم. يسلمك بارك الله. وربحنا أيضا واستفدنا من كل هذه التوصيات التي لا تزال متواصلة. الاستفادة وراح تكون خلال كل حلقاتنا تكملة صح؟ تكملة يعني لأن بعض الزوجات بعض نساء البيوت كأنهن يستهون بكونهم في وكان بداو نعدوا النوايا على المرأة الماكثة في البيت هي تولي تقول أنا راني من المجاهدات
والاجر تاع مجاهده اللي راح نديه. صح الحمد لله. راح نشوفوها ان شاء الله عبر الايام وان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك استاذه زينب. شكرا. المعالجه الاسره شوفوا بنا الشطاره والمطاره انا وشاف ليلى في الكوزينه. ليلى بون هذه قلتي لي بصل و جبنا البصل كان بصل ابيض جوانح مع البصل الاخضر قطعته رقيق. البصل الاخضر عنده بنه ومفيد جدا للزكام كما رانا وبزاف. دبت البصل رميت عليه البطاطا غابي يعني كنت سكرفشت البطاطا هذيك ورميتها فوق البصل بعد اللي طاح باش تطيب شوفي وطابت في وقت قصير جات مدبله هايله. نعم وزدت عليها لو فروماج يعني فروماج بلون هذاك خليته داب ملح فلفل كحل وجوز الطيب وراح نزيد عليها شويه معدنوس وخليتها تبرد والريحه راهي تشهي الله يسلمك. عملت ان غرون مول درته في الكونجيلاتور يبرد وراني اللي قعدت نديرها لتختولات صغار دونك راح نعمروا الحشو تاعنا بعد اللي نطيبوا العجينه ابلون من بعد نديروا لاباغي اكيش اللي قلنا ثلاث حبات بيض وكاس تاع الكريمه وشويه حليب ملح فلفل كحل وجوز الطيب. يعني سيدات تقدر تحب ديرها كيش كبيره ولا تقدر ديرها عندكم الاختيار سيدات. فوالا كان جات لك ايمان واش ديريه؟ انا نحب هكذا بالوحده باش ما تقسميش ما نقسمش وكل واحد ياكل حقه. خرجتي لي ايمان وتحبي هكذا احسن نشوف خير احسن خير ملي تكون شابه متحوفه من بعد نخسروها يعني كيما تقسموها لكن كل وحده والذوق تاعها ما يهمش. وباش تقدري تسرقي زياده بالحبه انت باسكو كي تكون كبيره وتقسميها يفيقوا لك. تبقى لنا تحليه ايمان قلنا حاجه بسيطه حاجه سهله قلنا عندنا نص لتر حليب راح نديرها في كاسرونه ندير عليها زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا ندير عليها ثلاثة حتى لأربعة سكر يعني ثلاثة راح تجي متوازنة نحركهم فوق النار حتى يعقدوا غير تعقد نحيها من النار ونضيف عليها 100 غرام شوكولا سوداء ولا شوكولا أولي حسب الرغبة شوكولا تذوب غير في هذاك الصهد توجور وهي منحية من النار راح نضيف عليها ثلاث علب تاع الكخان ديسار كما راكي تشوفي راح يزيد لها بنة تاع الكراميل دونك راح تكون فيها بنة تاع كراميل وبنة تاع الشوكولا الكريم تاعنا هكا راهي جاهزه نروح ناخذوا لي فيغين نفتوا فيها الكاطو اللي اختاريت لكم اليوم اليوم راح نديروا فيه دي غولي او شوكولا وكل وحده والذوق تاعها يتفتت في لي فون نديروا شويه تاع الكريم اللي تقدر لي فيغين تاعها عاليين تقدر دير كوش باغ كوش يعني كوش كريمه وكوش كاطو فلافان يبردوا كامل ونزيدوا لهم اون غوزاس وشونتيي والديكور حسب الذوق وحسب الرغبة. شكرا ليلى كما تعبتنا هذه الايام التحليات يعطيك الصحة وربي يشافيك ويعاود بلينا صوت ليلى ويروح صوت محمود يعطيك الصحة ليلى. فقراتنا ما زالت متواصلة فقراتنا دائما متميزة راح تكون عندنا محطة مهمة عن راح يسلط فيها لطفي رفقة ضيفو والضوء عن نشاط الجمعوي إليك الخط لطفي. شكرا ايمان محطتنا تحسيسيه توعويه بامتياز اذا سنحط الرحال عند حيثيات الفعاليه التي نظمتها جمعيه او تنظمها اقول جمعيه مستقبل الشباب بولايه الجزائر تحت اشراف السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمه بالشراكه مع مديريه الشباب والرياضه والترفيه لولايه الجزائر فعالية متميزة يكون فيها تحسيس وتوعية حول آفة المخدرات ومخاطرها في الوسط المدرسي ومراكز التكوين المهني والتمهين لولاية الجزائر العاصمة تحت شعار المخدرات بالعلم نبني المستقبل. إذا هذا اليوم التحسيسي راح يكون يوم الخميس 20 من شهر فبراير الساعة 9:30 صباحا بقاعة المداولات لولاية الجزائر العاصمة. يشرف البرنامج أن يستضيف رئيس جمعية مستقبل الشباب لولاية الجزائر خالد بن تركي نورتنا بحضورك. مرحبا وصباح الخير لكم وصباح الخير لكل مشاهدي قناة شروق تي في. إذا وبرنامج صباح الشروق كان عندك إطلالة ومرور جميل من خلاله تحدثنا عن القافلة اللي كانت نظمتها جمعية مستقبل الشباب لولاية الجزائر العاصمة منذ أشهر فقط نهاية العام الماضي صح؟ نعم نعم صحيح. أعطينا حوصلة حول تلك أكيد. القافلة أكيد وسائل الإعلام بصفة عامة وشروق تي في بصفة خاصة وحصة صباح تي في عندها دور فعال كذلك من الجانب الإعلامي في تفعيل نشاطات الجمعية في مثل هذه المناسبات. ما يخفلكش أنه فيه برنامج مسطر وملتزمين به احنا كجمعية وكل الشركاء اللي معانا في هذه القافلة نوجه لهم تحية بصفة عامة يعني الدرك الوطني الأمن الوطني مديرية الصحة مديرية الشؤون الدينية مديرية التربية غرب شرق ووسط هذو كلهم
وكيف شركاء هم نعم شركاء في هذه القافلة اللي كانت عندنا تجربات من قبل، وكانت كل من تكون فيه محطة أو من سنة إلى سنة ندخل في جانب تحسيسي توعوي، وندخل وندارك النقائص اللي درناها في السنوات الماضية، ورانا داخلين في الاحترافية وفي العمل التحسيسي طيب المحض. اختزل لنا القافلة اللي كانت نظمتها وبرمجتها جمعية مستقبل الشباب لولاية الجزائر حول آفة المخدرات. نعم السنة الماضية مسينا أكبر عدد ممكن من المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني، وتوجهنا لهذه المؤسسات نظرا لتفاشي بصراحة هذه الظاهرة اللي تعتبر غريبة على هذه المؤسسات بحكم وزعنا الديني وبحكم تحفظنا أيضاً. نعم بحكم أنه نحن عائلات جزائرية عائلة محافظة، هذه الآفة آفة المخدرات تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري ودخيلة حتى على المؤسسات التربوية اللي تعتبر حرم تربوي تعليمي نعم بدرجة أولى. العملية مست حوالي 18 مؤسسة. كان عندي على العدد الإجمالي لهذه العملية اللي هو 4250 طالب وطالبة استفادوا من عملية تحسيسية هذو المباشرين، وعدنا من غير المباشرين عدنا 12250 اللي تمسوا عن طريق المطويات عن طريق الوسائل الإعلام. هذا الشيء اللي خلى هذه القافلة تأخذ بعد تنجم تقول حتى أخذت بعد وطني عن طريق استعمالنا الصحيح لشبكة التواصل الاجتماعي فيما يخص الأنشطة اللي كنا نقوم بها. هذا الشيء دائما يخلينا أنه نواصله. بطبيعة الحال فيه نتائج، هذا الشيء مفروغ منه، والنتائج هو استقطاب أكبر عدد ممكن من المدمنين اللي وصلوا لعدنا تواصلوا مع الجمعية أو تواصلوا مع فرقة حماية الأحداث الدرك الوطني وحتى الأمن الوطني، تواصلوا بهذه العملية. وعلى لسان السيد المدير المحترم مدير الصحة لولاية الجزائر قال أنه بعد هذه العملية فيه تجاوب كبير من المدمنين. حققت نتائج لأنه الحملة أو القافلة انطلقت يوم 25 من شهر أبريل سنة 2019 استمرت إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2019. نعم 6 شهور عمل ماراطوني صراحة صح. أنه باش تستمر في هذا العمل الماراطوني، وخاصة نحيي كل طاقم يعني القافلة، كنا منضبطين وكنا متماسكين لأنه كنا مآمنين بالمهمة أو حتى كنا قانعين بالعمل، يعتبر عمل خيري قبل ما يكون عمل تحسيسي توعوي، هو عمل خيري احنا كنا نقوم به. الشيء اللي نفتح قوس أنه فيه مدمنين في المؤسسات التربوية التحقوا بالجمعية، وجهناهم فيه حتى اللي التحقوا مع الأمن الوطني والدرك الوطني، وهذا هو هدفنا. تخلصوا من الإدمان؟ راهم في تعطيه ولا ثقه فيه فيه فيه. احنا على كل حال سؤالك وجيه، احنا انطلقنا في السنوات الماضيه انطلقنا في العمل التحسيسي التقليدي الروتيني، هو التحسيس بالمطويات بالملصقات الى اخره، ولكن مع مرور الوقت ولينا ندخلوا في العمل الاحترافي في عمليه التحسيس عن طريق اشراك الاخصائيين النفسانيين، عن طريق اشراك كل ما له من له الفعاليه او فيه تعامل مع الحالات ينجم يتعامل نعم مع الحالات، ولا الشاب كذلك يحب ينصح التعبير العمل التحسيسي الحي اللي هو الصوره اللي هو لما تجيب له مدمن اللي كان تخلص من الادمان ويكون هو اللي يقوم بالعمل التحسيسي كما يقولوا. طيب لقيتوا مدمنين اكيد، طريقه التعامل مع هؤلاء المدمنين كيفاش جرات، وهل فيه متابعه، هل فيه مرافقه؟ نعم المعاملة مع المدمنين في وقت مضى كنا نقوم بعمل تحسيسي يكون فيه نفور، ما كانش يجي عندنا ويقولنا أنا مدمن وحبيت نعالج، ولكن هذه المرة يعني السنة الماضية واللي بعدها فيه شباب مدمن عنده رغبة للعلاج. وشحال مدى الأعمار؟
تنجم تقول من 16 مانيش حاب نهبط السرير. قول قول لانه فيه حتى الحقيقي فيه حتى من 10 سنوات فيه 10 سنوات فيه مدمنين مدمن يعني مش درجه يعني في بدايه الادمان. اللي ماهوش مدمن يعرف كل انواع المخدرات باسمائها القديمه والجديده حتى فيهم واحد المصطلحات والله يصدقني احنا رانا في الميدان وفي المجال ما نعرفوش حتى نقول لهم شنو هذه يقول لك هذه جديده ومن واحد المصطلح اذا كان نذكروا هذا الزومبي هذا حاجه وحده اخرى كاع اكيد استعملتوا اليات خاصه لمرافقه لي بهذا الحدث في هذه الفعاليه القافله اللي كانت منظمه من جمعيه مستقبل الشباب لولايه الجزائر كما ذكرت الايام ابتداء من 25 ابريل لغايه 31 من شهر ديسمبر. نفس الاليات ستستعمل يوم الخميس 20 فبراير 2020؟ لا احنا في كل نهايه عمل نقوم ان صح التعبير بليفالياسيون التقييم العمل اللي قمنا به في طيله السنه لما ما احنا لا خاطرش انه العمل التحسيسي ما راحش ينقصر الا في الثلاث اشهر اللي كنا نقوم بهم بالعمليه، ولكن العمل التحسيسي اللي نقوم به احنا بالجمعيه يعتبر عمل سنوي ولكن ليتصلوا بين المدمنين طيلة السنة ماهوش غير في المدة هذه اللي نحصروها تحت الشهر عندنا عمل متواصل، ولكن حصة الأسد من هذه العملية راح نعطيناها لها ثلاث شهر بحكم أنه الامتحانات إلى آخره أعطينا لها حصة الأسد، ولكن في كل نولي سؤالك في كل محطة نديروا العمل التقييمي اللي هو عن ماذا ندوة يشرف عليها السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر كما ذكرت ورئيس المجلس ومدير الشباب والرياضة. هي الندوة اللي أنا نحكيو عليها بطبيعة الحال يوم الخميس ندوة نعم ندوة هذه إن شاء الله راح تكون الشروق عندها كما يقولوا الحصري يكونوا فيها كل الشركاء اللي مشاو معنا في القافلة، وراح تكون ندوة نوعية تكون فيها راح نحطوا النقاط كما يقولوا او نحطوا الاصبع على الجرح وين اذا كان ما هما الاليات الجديده اللي راح نقوموا بها. كاين متدخلين في المجال فيه يعني ندوه ان صح التعبير ندوه نوعيه راح تقيموا من خلالها وتثمنوا جهودكم اللي قمتوا بها خلال القافله. اكيد صح اكيد لما احنا ما نقولوش احنا بصفه عامه، ولكن اغلبيتنا احنا لما نقوموا بعمل يعني مثل هذا يعني احنا انا نفتخر صراحه انه احنا كجمعيه نفتخر انه وصلنا لهذه الدرجه من الاحترافيه في التسيير تاع الجمعيات، وهذا الشيء يحفزنا او شيء من الاشياء التي تحفزنا هي تجاوب كل القطاعات كل المؤسسات ولاو يعرفوا هذه الجمعيه ولاو هذا الشيء، ولكن احنا ماذا بينا نحافظوا على هذه المصداقيه تاع الجمعيه اللي نتمنى ان يكون في تجاوب من قبل كل شركائكم خلال اليوم اللي خصصتوه للحديث من خلاله كندوة حول مخاطر آفة المخدرات في الوسط المدرسي ومراكز التكوين المهني والتمهيدي ولاية الجزائر العاصمة يوم 25 فبراير 2020 على الساعة 9:30 صباحا بقاعة المداولات لولاية الجزائر. الفعالية بتنظيم من جمعية مستقبل الشباب لولاية الجزائر العاصمة وتحت إشراف السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة وبشراكة مع مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر. شكرا لك السيد خالد بن تركي رئيس الجمعية نورتنا بحضورك. شكرا لو سمحت باختصار فيه برنامج 2020 راح يكون بنفس العملية ولكن راح تطرحوه خلال الندوة وراح حتى من خلال الندوة راح فيه توصيات، وشغلنا الشاغل في هذه العملية هو إنشاء أول مركز مختص في معالجة المدمنين يكون كنموذج على مستوى ولاية العاصمة بالتكفل التام للمدمن باش يتخلص من هذه الآفة، لأنه العلاج كما يقولوا يحتاج إلى وقت. نعم العلاج يحتاج إلى وقت العلاج، ولكن صحيح. لما يدخل المدمن يكون في مرحلة متقدمة يدخل للمركز يخرج كما يقولوا بصحة جيدة، والهدف من هذا كله لو سمحت هو إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
شكرا لك. هذا الشيء اكيد المشروع يطمن الجزائر كبلد ويطمن الاولياء اللي عندهم انشغال على ابنائهم اللي يعانوا من مشكل الادمان. اجمل واحلى تحيه لكل المدمنين على مشاهده برنامج صباح الشروق. صباحنا متميز وتميز كل ما نقدم من فقرات وخدمات. رايحين على فاصل من بعد وراجعين. الفاصل سيكون لقاء حصري خاصة به الفنانه منال حدلي كاميرا صباح الشروق. نشوف اخر تصريحاتها حول مواضيع مختلفه من بعد وراجعين. يلا تفضلوا. احمد موفق ميرسي اللي جيت وفرحت بزاف كي جيت. الله يسلمك منال. منال اليوم نقدر نقولوا انك نمبر وان باسكو كي نشوفوا هذاك الجمهور الحقيقي الجزائر بحاجه ما سلمت الفنانين كيما انت. الحمد لله. يعني انا ما نقدرش نقول على روحي هذا الشيء نخلي الناس تقول. وديجا كي نمد الصورة المليحة وكي نعطي الفن الراقي والنظيف ونشوف هذاك الحب تاع الناس هذا يكفيني. الأرقام أنا ما تهمنيش. منال كل فنان وعنده طقوس قبل بداية أي حفلة، كيفاش كانت طقوسك اليوم؟ اليوم كنت بزاف ستريسي، ما كنتش نستنى سانسيرمون، ما كنتش نستنى بلي لاصال تتعمر كامل. ومع لو بروغرام اللي غنيته كنت يعني بزاف أليز فيه، جو هذاك هو الحاجة هذيك الحاجة اللي كانت تخليني نكون مرتاحة. لو بروغرام كنت بيان فيه، ميم لي ميوزيسيان كامل لي بريباراتيف كانت بيان اورغانيزي. نشكر بيان اورغانيزي باردون، نشكر مؤسسة فنون الثقافة على لورغانيزاسيون، يعني كل حاجة في بلاصتها، كل حاجة. هذا الشيء اللي عاوني باش ينحي لي شوية لو ستريس، بيان سور بوجود أقاربي وأحبتي قدامي. من الإطلالة جد مميزة اليوم، شفناها متوقيع شوقي توازي وشفناها باللون الأحمر، هي ورانا سان فالونتا غير كيما جاز علينا. اسكو كاين حب، كاين قصة جديدة؟ شوفوا لا غيسيب سي با في اكسبري. نشكر المصمم شوقي توازي اللي نشجعه ونقول له ميرسي بوكو على هذا التصميم اللي داروا لي في يومين برك. دونك اللون ما عندوش علاقة بعيد الحب، لأنه أنا مانيش من المؤمنين بعيد الحب. الحب كل يوم كاين، كل دقيقة، كل ثانية نحتفلوا به، كسوا يماك ولا بابك ولا خوتك ولا حبيبك ولا عشيقك. دونك نشكره على هذه الطله الحلوه الجميله اللي خلات ممكن تعطي اناقه تاع الحجاب وتاع المراه الجزائريه. أنا تحملت معاك عملت نقلة نوعية في تاريخ الفن الجزائري، اللي جاي أحلى واش كاين؟ اللي جاي أحلى بكتير بكتير. فكرة جديدة. وقتاش نورمالمون مارس يخرج ان شاء الله مع لا سيزون استيفال ان شاء الله. اغنيه جميله جدا من توقيع وهبه بودي مروان طبال، من 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 انتاج شركه قسطو عميروش بالعيد. اغنيه جميله جدا، نخليها ان شاء الله سيربريز، ولكن نعطيكم حصريه صغيره برك. هي اغنيه للعرايس تاع 2020 ان شاء الله، حتكون قنبله 2020 باذن الله. ادعوا لي. منال راح نعطيك ثلاث اسماء وعندك الحق تردي ولا ما ترديش. لو كان نقول لك كنزه مرسلي ولو ديغني كليب تاعها. لا تعليق. ياسمين بالقاسم واخر تصريح لها في مواقع التواصل الاجتماعي. لا تعليق. منال حدلي. نحب روحي. منال نقول لك يعطيك الصحه ونخلي لك الكاميرا، نقول لك تقدري تقبل ولا تشكري شخص راه يتبع فيك.
يشوفك من خلال برنامج صباح شروق واش تقولي له؟ انا هذا الشخص هذا نجملو في الجمهور كامل نجملو في شخص واحد، جمهوري حبيبي اغلى ما املك، هديه من عند ربي سبحانه ونتيجه تاع دعوه الخير اللي نديتها من عند والدي وجدودي والناس اللي تحبني، حبهم هديه من عنده ونعمه من عندهم. نقول لهم نحبك بزاف كشخص، جمهور كشخص، نقول نحبك بزاف، ربي يخليك ليا ان شاء الله، دائما تكون سندي وانت اللي تخليني على العلالي ان شاء الله، ونحمل لكم بوجهكم ان شاء الله. شكرا ان شاء الله دائما ناجحه ودائما جميله امل. شكرا تعيش. إذن أجواء رائعة وحماسية عاشها زميلنا محمد موفق من خلال تغطيته لهذا الحفل لي منال حدلي. في الفن دائما يكون هناك حماس، يكون هناك حيوية، لكن الحماس الكبير نلقاوه والمتعة الكبيرة نلقاوها أيضا في كرة القدم. لما نتكلموا عن كرة القدم نقدروا نربط كرة القدم تقدر تولي فن لما تولي فري ستايل، وهو نوع من أنواع الفنون اللي يتقنها الكثير من الشباب بممارسة كرة القدم. ضيفنا اليوم هو رياضي لاعب كرة قدم وأيضا يتقن فن الفريستايل. زكريا صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير، صباح الشروق، صباح الجزائريين. الله يخليك. راح نتعرفوا عليك زكريا، لكن من بعد ما نروحوا عند زميلنا لطفي وأيضا كريم سمشا في فقرة البزنس. وكريم سمشا يعني بحماس ينتظر في تقديم فقرته، نفس الحماس اللي كان متحمس فيه محمد موفق. نوجلو تحية على الإمضاء المتميز اللي كان قام به مع الفنانة الجميلة من الجيل الصاعد منال حدلي. ولكن عندي تحفظ يعني أنه فنانين قاموا بتغيير تاريخ الأغنية الجزائرية. لما نتحدث عن عمالقة الفن الجزائري، هي فنانة جميلة، فنانة راقية، نحب كل أعمالها، لكن يجب توظيف الكلمات التي تليق بالفن الجزائري. أنا كان هذا تعقيب مني على محمد موفق، لأنه كل فنانين أكيد عم يشاهدوا في برنامج صباح شروق البرنامج المباشر، وعم يشوفوا أيضا في المادة الإعلامية التي نقدمها وندخل من خلالها إلى بيوت الجزائريين. إذا كي لا نشحف حق باقي الفنانين، يجب أن نعطي كل شخص نصيبه فنيا. صح كريم؟ صح، راني معك. أهلا نشرك. لا بأس. لا بأس أنت؟ ولا غير لا بأس. الحمد لله. صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير لطفي، صباح الخير إيمان، صباح الخير شيف ليلى. واش عندنا اليوم كريم؟ عندنا طلع خفيفة في لي ريزو سوسيو ونعاودو. نوليو كيما كنت تهضر على الفنانين، التصويرة الأولى راح تكون فلة سلطانة الطرب وآخر إطلالة تاعها. الفنانة الجميلة فلة الجزائرية سلطانة الطرب. وكان هذا الإطلالة بإمضاء من صديقي وحبيبي الخبير تجميل إبراهيم عواد اللبناني، نوجه له أجمل وأحلى تحية، اللي هو يرافق دائما الفنانة فلة الجزائرية في كل خرجاتها. وكان حط هو حط على الانستغرام حط فيديو وقال انه هو اللي كان حط بصمته في هذا الاطلاله المتميزه للفنانه سلطان الطرب العربي فلة الجزائريه. دائما متميزه والاطلاله تاعها داير البوز دائما في لي ريزو سوسيو. فوالا، هذه اخر اطلاله تاعها تاع فلة الجزائريه. نروحوا عند شفيق حميدي اللي غادر ذا فويس كيدز بعد يعني ما اختاروش فريق حمادي. شوفوا فريق هنا في المواجهات الثلاثيه، هنا ما تمش اختياره على الاسف لطفي، غادر المسابقه. يعني نقولوا معليش ان شاء الله بالك يكون. صوت جميل، صوت جميل، واكيد انه راح يكون عنده مستقبل مشرق في بلده الجزائر. الجزائر ان شاء الله يكون عنده مستقبل، وان شاء الله نشوفه يدير نجم من نجوم الفن الجزائري ان شاء الله. بلوطار ان شاء الله لطفي. نروح نسمعوا تاريخ الاغنيه الجزائريه بعد سنوات وسنوات. سنوات سنوات. نروح عند عايده اولمو اللي يعني كانت استضافتها في احد البرامج لطفي، وتكلمت يعني قالت باللي احلام، يعني شفنا باللي كثير من الجزائريين يسقسيوا احلام باللي تكره الجزائريين لطفي. احلام باللي ما تحبش الجزائريين اللي يشاركوا في البرنامج وكذا. تكلمت عايده اولمو على السبب اللي قال لك ماشي تكره الجزائريين، تكلمت قالت باللي يعني كانت حادثه صغيره صارت في البرنامج، يعني في احد كانت متسابقه جزائريه وغادرت المتسابقه الجزائريه، يعني قال لك باللي كان احسن صوت هذه المتسابقه
قال لك بلي كي غادرت الجزائريين كرهوها، هي كانت عفايس في لي كوليس. قال لك علاش؟ على كاميليا ورد. على كاميليا ورد الفنانه كاميليا ورد معروفه يعني، فوالا القصه تاعها. القصه كاميليا ورد مع الفنانه هي قال لك كانت حادثه اللي صارت في لي كوليس، يعني ما قالوش اكزاكت. يعني اذا كان مشكل بينهم كاشخاص يبقى مشكل شخصي شخصي، لكن انها تكره البلد كبلد ما تكرهش الجزائريين. هذا اللي تكلمت عليه عايده، لانه الفنانه احلام فنانه راقيه. بالعكس احلام كثير يقولوا بان متصالحه وتحب كثير الناس، يعني ماهيش من الفنانين عندها مشاكل بزاف، عندها مشاكل مع الفنانين لكن مع الاشخاص. وكانت هنأت الفريق الوطني في كثير من المرات. كثير من المرات، مام كيتأهل، مام كي حتى كي دار لاكوب دافريك. تكلم بكل خير، تكلم بكل خير. يعني تحب تحب الجزائريين وتحب الشعب الجزائري وتحب الوطن الجزائري. نروحوا عند سليمه سواكي، الفيديو تاعها اللي دارت البز، ويعني نقولوا دارت فيديو لايف من مستشفى بني مسوس لطفي، وكتبت بعنوان يا للاسف. يعني نشوفوا المستشفى تاع بني مسوس، دخلت له بزياره خفيفه ودارت يعني فيديو ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا لطفي باللي المستشفى في حاله نقدر نقولوا مزريه. للكل بارطاجا يعني لا فيديو تاع سليمه. هذه وين؟ في مصلحه طب الاطفال بمناسبه اليوم العالمي يوم العالمي للسرطان. فوالا الوغ هنا هنا زعما سي اون بوتيت اسبلاناد، ساحه صغيره من المفروض انها تكون مخدومه باش الدراري صغار اللي مرض يخرجوا يشموا شويه هواء، يشموا شويه هواء يبراو. دونك شوفوا كيفاش عامله، هذه داخل السيرفيس تاع les enfants cancéreux داخل مصلحة سرطان الأطفال هكا مستشفى بني مسوس. شوفوا دونك كاليتا هاد لا بتيت اسبلاناد، الساحة الصغيرة اللي جاية داخل المصلحة، يعني وين مفروض الأطفال ولا الأولياء تاعهم اللي يجيو معاهم مفروض أنهم كي يخرجوا هنا يشموا هواء نقي باش يبراو، باش المعنويات تاعهم تطلع. لكن للأسف شوفوا كيفاش عامله هاد ليسبلاناد، شوفوا كي تخرج ليها تزيد تمرض، يعني تزيد تمرض، تزيد تقنط وتمرض، سبحان الله العلي العظيم. شوفوا دونك كاليتا، شوفوا دونك كاليتا هاد ليسبلاناد تاع لو سيرفيس دي زونفون كونسيرو. شوفوا كيفاش عامله. يبقى هذا نموذج. احنا على بالنا باللي درك السلطات المعنيه راح تتخذ كل الاجراءات كل التدابير لاعاده تهيئه وتاهيل هذا المصلحه بمستشفى بني مسوس، لكن ماذا عن باقي المستشفيات؟ هذا هو الفنان والاعلامي، هذا هو دوره الحقيقي، المفروض انه يسلط الضوء على كل النقائص من اجل تدارك الاوضاع، ويا ريت انه في كل ولايات الجزائر تكون مثل هذه المبادرات التي نسلط عليها الضوء من خلالها الضوء على كل ما هو سلبيات في كل القطاعات وليس فقط قطاع الصحه. بيان سور لطفي، ما بنشوفوا يعني ماشي لازم يكون اعلامي ولا يكون يعني فنان ولا باش ينشر فيديو، شفنا باللي نيمبورت كان مواطن يقدر يحط فيديو في لي ريزو سوسيو تلقى تفاعل كبير في مواقع التواصل. لكن ربما الاعلامي والفنان توصل رسالته بسرعه. فوالا توصل رسالته بسرعه. احنا نتمناو ان شاء الله بالك اي مواطن ولا يوري فيديوهات كيما هذه باش ان شاء الله كل السلطات تشوف لي زوبيتو كيما هذو. شفنا البارح لطفي رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون في لقائه امس مع الولاد كان تكلم بنبره شديده وصرامه شديده، ربما لاول مره نشوف رئيس الجمهوريه يتكلم بهذه الطريقه مع الولاد ونشر لهم روبورتاج اظهر فيه كل النقائص اللي تعيشها الولايات خاصه الولايات النائيه المناطق المعزوله. المعزوله صحيح. ان شاء الله نشوفوا صرامه وان شاء الله السلطات تاخذ تدابير في حق المصلحه هذه. لطفي نروحوا عند يعني الفيديو تاع تجر مرضى سرطان، الفيديو اللي عمل بوز لطفي من ولايه البرج، يعني اللي كلون كان يعني تلاقى بالاطفال الصغار يعني هذه. نشوفوا الفيديو لطفي ونتكلموا عليه. يلا. ربي يشفي جميع مرضى المسلمين خصوصا مرضى السرطان الاطفال.
ان شاء الله نشوفوا مبادرات كيما هادو لطفي، ونشوفوا ان شاء الله. بالك ما شفناش كثير من الفنانين ديبلاصا وراحوا يعني المستشفيات وتفكروا مرضى سرطان، شفناهم كثير اللي حطوا بالك صور ولا دي ستوري ولا دي، يعني ما شفناش مبادره تاع يروحوا الفنانين يشوفوا المرضى ولا يشوفوا يزوروهم في المستشفيات. لكن انا ضد يعني فكره انه تنشر صور الاطفال المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المفروض يديوا راي الاولياء نتاعهم قبل كل شيء، لانه هذا طفل صغير عنده حياته الخاصه، عنده خصوصيته، وراح يكبر ان شاء الله مستقبلا، ومليح انه نتحفظوا على حياتهم وحتى على المرض. فوالا ان شاء الله لطفي. نروح عند فيديو تحسيسي نشوفوا باللي يعني لا دنيا فوا تكلمنا على ممر راجلين في يعني في كندا، وشفنا كيفاش يلتيليزي ممر راجلين. هنشوفوا يعني في ولايه من ولايات الجزائر لطفي داروا ممر راجلين سبيسيال، يعني شوفوا الممر راجلين هذا داروه ورسموه بطريقه طروادي. فوالا لطفي كما نشوفوا في الفيديو. الفيديو يعني نقولوا بلي حاجه مبادره من ابناء الحي، ونتمنى توصل لكل تراب الوطني، وان شاء الله كاع يشوفوا في هذه المبادره ويتيليزيو. نشوفوا شوف ديزان صغير لطفي يرسم الفرحه ولما في الحومه. وهذه التقنيه كنا شفناها في دول غربيه وعملت بز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. برافو للفنان. برافو، ان شاء الله نشوفوها كثير من الولايات، ونشوفوها كثير من المناطق في الجزائر لطفي. الخدع البصريه. فوالا. لكن هذه قادرة تكون سبب في حوادث مروره. يتخلع حتى. لا لا هذه سبيل يا سيل باش كيف. صح لا 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 لا. في الليل هكذا راك تمشي تلقى. لا لا لطفي. ومن بعد تفرق نفسك. راك تشوف باللي طريقه ما كانش من هذا زعما تلقى. لا لا تشوف صح اون 3D. بان اون 3D. تقدر تمشي تلقى مطبات هكذا وتفرق نفسك. هذه سبيل يا سيل سير بها مال ونشوفوا. من المفروض ما تكونش في طرقات. هي لحظيه ما راحش نتوقع انه ما راحش يخليوهم. على ما اظن. على ما اظن. فوالا. روحوا يعني روي بينتو اللي يعني شفنا العقوبه تاع مانشستر سيتي. فوالا لطفي بالك ماكش سامع بيان. هنا درك ايمان دخل هيا. نشوفوا باللي هنايا يعني مانشستر سيتي تم معاقبته بعامين ما يشاركش في دوري الابطال اوروبا، ونشوفوا باللي روي بينتو هذايا هو هاكر، وهذا ملي هاكر يعني نقولوا التيليزاتهم يعني الاتحاد الدولي باش يدخلوا الملفات. يخترق المواقع. يخترق ملفات تاع مانشستر سيتي، وهو اللي اخترق ملفات تاع مانشستر سيتي، وعلى جاله تعاقبوا مانشستر سيتي العامين. واش رايك ايمان؟ نتيليزيو لي هاكر. على بالي بلي انصار مانشستر سيتي وكان يسيبوا هذا الهاكر. سي بون. هذا الهاكر نشوفوا بلي نتيليزيو، وهو راه في السجن لطفي، يعني في السجن جبدوه من السجن ونتيليزاوه. يسحقوه يعني في موضوع الاتحاد الاوروبي. فوالا ونتيليزاوه الاتحاد الاوروبي وعاودوا رجعوه للسجن. يعني ما استغناوش على خدماته. ما استغناوش على خدماته. يسحقوه. يقولوا بلي عندهم ذكاء فائق لهاكر. صح يعني بيان سير. وعندنا لي هاكر. كثير من الدول اللي يحوسوا عليهم. عندنا هنا لي هاكرز في الدول. عندنا لي هاكر معمرين لي هاكرز زعما معمرين بزاف لي هاكرز واللي يخترقوا. مي بون. نروحوا عند الفيديو تاع ضابط شرطي في امريكا لطفي. هنا راح دفعه تخرجيه ويعني هو مسلم. وراحوا باش يحلفوا فوق يعني يأديوا اليمين. يأديوا اليمين. يعني هو طلب القران وحضروا له القران باش يؤدي اليمين تاعه. حتى على المصحف الشريف. على المصحف الشريف. نشوفوا هنا قال له بلي انا مسلم. نشوفوا بلي تفكر بلي هو مسلم وجابوا له القران. يعني حتى جابه لوليده. فوالا لطفي. ما شاء الله. فوالا ما شاء الله. هاوليك هاو شاهد القران ويؤدي في اليمين تاعه. شيء جميل لطفي وحاجه شابه. ونشوفوا باللي الشخص هذا يعني مسلم وما مسلم يعني نشوفوه باللي في امريكا وضابط شرطه وما تخلاش على الدين تاعو وقاعد شاهد في الدين تاعو لطفي. هذا شيء شرف كل المسلمين ويعني داو نظره صار شائع في الدول الغربيه وفي امريكا بالخصوص ان المسلمين هم اللي يتعدوا القانون وغيره. انا نشوفه هنا ضابط شرطي. بيان سور ضابط شرطي. من ديانه الاسلاميه. فوالا شيء جميل. شيء جميل. نروح عند فيديو تاع بيبي ماكيوز لطفي. نقدر نقولوا هذه راح تولي بليز انفلونسيس بلوطار. هذه فايزه تاعنا كي كانت صغيره. ماكيوز تاعنا فايزه بالجوله تحيه. شبالة روجيه. هذه كي تكبر البوس راح تخرج انفلونسيس لطفي. تخرج من الناس المدونه في انستغرام اميراريه. اميراريه. تعرف تلتيليزي؟ لا لا لطفي. صح. ايمن؟ صح عندها اللمسه. هما كل البنات كيكونوا صغار اول حاجه يبداو يكتشفوها الماكياج. فوالا. والتقليد.
فوالا عندنا هنا خلصت الفقره تاعنا لطفي. شكرا لك. قعدت قعدوا لنا صور يعني زوج لي صور صورتين زوج لي صور فوالا صورتين زجلي. هذا شكون ايمان؟ لا لا هذا شكون ايمان؟ لطفي. لا لا هنا لطفي يعني شفنا حكمته كاميرا في بزنات نقدر نقولوا صورنا راح لطفي شاف كان من الناس اللي ضامنوا في يعني حضروا في مع جمعيه وحضر في مرضى السرطان الاطفال المرض بالسرطان وكان هنا راح زار كل يعني في مستشفى بارني في لطفي اللي ما يعرفوش ربما هو من اكثر الصحفيين والاعلاميين اللي شارك في المبادرات الخيريه. لا حتى ايمان كان المفروض تكون ولكن كان عندها انشغال للامانه يعني هذا اقل شيء نقدروا نديروه احنا كاعلاميين نكونوا حاضرين في مثل هذه المناسبات خصوصا اليوم العالمي لمرضى السرطان اطفال مرضى السرطان. تحيه كبيره لكل شباب جمعيه بسمه امل اللي كانوا متواجدين بمستشفى بارني ورافقوا كل الاطفال المرضى وفرحوهم بالهدايا وكانوا متواجدين ايضا فوج الاصاله بن خليل هذا الفوج الكشفي ايضا اللي كانوا متلفين كامل حول اطفال مرضى السرطان وقدروا انهم يدخلوا البسمه في قلوبهم كامل. انت ثاني دخلت البسمه في وجوه اطفال وكريم ايضا كان حاضر معايا بانسر وزميلنا محسن بوزرطيط ايضا نوجه له تحيه. هذا تحير. اقل شيء فوالا احنا ما حكمناكش غير في الجلبانه لطفي وما حكمناكش كي تاكل شفناك مام كي تروح دير الخير نحكموك من ذاك. لا لا مليحه لطفي يعطيكم الصحه مشاهدينا الكرام على يعني شكرا لك الصحه. انا نروح ننضم الى زميلتي ايمان لاستعراض المحطه الفنيه نتعرفوا على اسم من الاسماء الفنيه الشبابيه اللي راه في بدايه خطواته الفنيه مع فن استعراض كره القدم. كره القدم زكريا حسيني صباح الخير. صباح الخير عليكم. مرحبا بك زكريا. شكرا على تلبيه الدعوه باش نبين الموهبه اللي عندي وباش نوصل شغل كاع اللي راهم حابس وكاع في الكرة القدم بلي فيديو تاعي قادر يتموتيفا بهم ويولي في المستوى وما يطيحلاش. قلت لنا شكرا لتلبية الدعوة هاي قلنا شكون اللي راهو ضيف عند الاخر. هو متوتر شكون اللي راهو ضيف انت راك ضيف لا والله احنا رانا ضيوف عندك. انت مول الدار انت مول الدار حبيبي واكيد انه بالفن اللي راك تأديه راح توصل بيوت الملايين المشاهدين اللي يشوفوا فينا واكيد انه كل بيت جزائري الا وعنده ابنه عنده موهبه حاب يلحقها لكل المشاهدين. صح. انت باش وصلت لعندنا تواصلت معنا مع البرنامج وحابين نعرفوا المشاهدين دركا على الفن اللي تأديه نشوفوا هذا الفيديو من بعد نفوتوا في تفاصيل حياتك الفنيه. يا ريحه سيني برافو عليك جيتنا من وهران. من وهران نوح. وشقيت اليوم و شويه تاع خوف الوالدين وكاع كنت مع زميلي ياسين قرنيش جينا نوجه له تحيه هو اللي جا معك من وهران. هو اللي جا معايا كانوا خايفين من الطريق. تحيه للوالده. واه الوالده ثاني والوالده تاعها ثاني كانوا خايفين عليكم. خايفين علينا صرات شويه صعوبات وكاع بصح جينا الحمد لله. الحمد لله يا ربي ما تقلقوش عليهم هم راهم في الامان مع خوتهم هنايا في صباح الشروق نوجه لهم اجمل واحلى تحيه. يلا تفضل زكريا عندك قدرات الله يبارك ما شاء الله في كرة القدم يبدو باللي لعبت كرة قدم لاعب كرة قدم. والله هذا هو سؤالي اللي كنت راح نطرحه كنت راح نسأله بطريقة مغايرة كنت راح نقول له هل بالضرورة اللي يدير فري ستايل يلعب له كرة قدم؟ نقدر نجاوب انا في بلاستيك؟ يلا علاش تبوش يقولوا؟ يقولوا باللي اللي يدير الفري ستايل جينيرالمون ما ينجحش بزاف في كرة القدم هكذا صح. واللي يدير الفري ستايل يكون يعني تخلع في المهارات تاعو لكن هنا يلعب مقابلة ما يعرفش كرة قدم. انا كنت حاسس بالعكس. لا 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 عندي الحق. واه عندك الحق صح. واني شن خاطيك بولا؟ لا انا نلعب بولا. تلعب بولا؟ انا هذه فري ستايل عندي 4 شهور من اللي بديتها. الله يبارك. ماشي فري ستايل شو فري ستايل منها موتيفاسيون خرج لي سوجي منها. عندي بزاف لي زيو شو ندير لقطات هكا من بعد ما هذيك اللقطات خرج سوجي يحكي على موضوع. كيفاش خرج سوجي من البالون؟ بولا كيما عندي واحد فيديو زعما هكا ندير لقطه نجحت. ايه نقول لهم انتم شفتوا هذيك اللقطه كي نجحت بصح ما شفتوش كيفاش عاودتها وكررتها من الخضره. كما هكا الناس ما غاديش يشوفوا الجهد اللي بدلته بصح غادي يشوفوا اللحظه اللي غتكتب فيها اسمك. واو هاي لا حبيت الفكره. منين جاوك الافكار هذو؟ كاين اللي عاونوني اصدقائي وكاع. ايه نحييهم من المنبر ومن عندي ثاني من راسي. شغل هكا انسبيرا من عندهم.
كيفاش جات في بالك باش تبدا دير فري ستايل؟ هذه شغل انا كنت مع اتحاد وهران فريق رياضي ليزمو. مده يعني بروفيسيونيل. بروفيسيونيل. ايمان تعرف ايمان او جايب روحه للفريق؟ لا 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 هو لا. كاين لامسيو اللي راه كاين لامسيو كاين لازمو ولوزمو هو اتحاد وهران. سبع سنوات كنت معاهم من الاكاديمي وروح هذا العام حبست على جال الدراسه. ما فضلت الدراسه على والله خاطر ما قاديش نديرهم في زوج. واش راك تقرا واش راك تدرس؟ شهاده البكالوريا. الله يبارك ان شاء الله تجيب الباك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك. عامك الاول هذا؟ عامي الزوج. عامك الزوج؟ على جال البوله وشويه صعوبات ثاني صديقي مات وتوفى وكاع. الله يرحمه ويسع عليه. ربي يرحمه. رضا الله يرحمه وشويه صعوبة ما قاديش نجوز الباك. صاحبك هذا كان يقرا معاك؟ كان يقرا معايا وكان يفوز معايا الباك. بصح ما فوزش معايا الباك في بريمي تريماس. توفى مسكين انقلبت بهم سيارة. الله اكبر الله يرحمه ويسع عليه. في طريق تاع معسكر كان مع جده. السرعه كان سبب سرعه. سرعه انقلبت بهم وجده سبحان الله ما صرا له والو. هو اللي توفى مسكين كان راقد. الله يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه ويسع عليه. على بالك اللي ولات الوالده نتاعك تخاف من الطريق. بزاف. وكيما كامل الامهات يخافوا من ولادهم كي يسافروا. لازم تسوقوا بالعقل. شكون اللي جاي يسوق انت ولا صاحبك ولا في تاكسي؟ في تاكسي. والتاكسي شحال كان يسوق فيتاس؟ 180. 180 لاخاطش كان طريق خاوي. اي تما يماك 180 كانت خاوي. ما حكموش الرادار. لا ما قبضاش. ما فيهاش بزاف لي رادار في طريق وهران. الغرب وهران كاين شويه. كاين في شلف. شلف شلف. شلف فيها رادار وصعيب البراج هذا. كان عندك بوريه كانت ضباب وكاع. صح كان ضباب اليوم صباح. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ترجعوا. على عقد ايش قلعتوا؟ قلعنا الوحده ونص وصلنا هنا الخمسه ونص. الخمسه ونص؟ يعطيك الصحة والله. شلحقوا ولا لا؟ يعطيك الصحة. والله مرحبا بك. فرحنا بزاف كي راك معنا وفرحانين بك. ما خممتش تشارك في مسابقات؟ كاين بزاف مسابقات تاع فري ستايل. انا البيت تاعي جوار. باش نولي زعما جوار بروفيسيونيل خاطر عاد تولي كرة قدم تكمل. هذو لي فيديو باش زعما نموتيفي روحي ومنها نموتيفي بزاف. وما خفتش كي قالت لك ايمان اللي يعرف هذا اللي لا تريني انا. مازالك تدرب؟ لا لا ماناش مع ايكيب. ما خفتش واش قالت ايمان؟ قالت لك اللي يتحكم في الفري ستايل ما يعرفش يلعب. لا بصح قالت لك هكذا. هو قال لك بديت نلعب خلاص. سبع سنين في ايكيب. يعني بديت نلعب باش جاي الفري ستايل. هذا فري ستايل زياده موهبه ما عندي. ولا فري ستايل كي تبدا دائما تدرب على الفري ستايل ما ينسكش في التقنيات تاع كرة القدم واللعب؟ لا شغل راني توجور نلعب هكا نتريني ديجا راني في واحد الصالة اونترينور بروفيسيونيل. الله يبارك. انت اونترينور؟ لا لا اونترينور يدرب. عندك مدرب اوكي. عز الدين باش ما تفقدش اللياقة تاعك البدنية تاعك. وهاد لي فيديو باش منها كاين بزاف ناس كيقوني في حومتي وكاع كيقولوا لي كاين هكا كارهين كانوا في الرياضه من بعد جبدوا كاع قالوا لي كي نشوف لي فيديو تاعك تبان لي نروح نجري في الغابه. كل واحد يعاود يحييهم في شغل الحيويه تاعهم. اي منها زدت كملت فيها. انت تحطها في اليوتيوب؟ لا في الانستغرام. في الانستغرام تنشط بزاف في الانستغرام. انستغرام وكاين اليوم يتبعوك في الانستغرام؟ عندي 8000. ايه الله يبارك 8000. اليوم يزيدوا اليوم. اليوم بيان سور. اليوم شكون اكثر شخص رياضي تتبعه دائما تشوف لي ستوري تاعو دائما؟ هي عربيا رياض محرز. اها. وكل شيء ميسي. ميسي. تحب ميسي؟ والله خاطر هو غوشي كيفي انا ثاني غوشي. غوشي انت يا. بوست واحد. بوست واحد. غوشي كيف كيف. وفي الفري ستايل؟ فري ستايل يقولوا لازم تخدم بكامل الجسم صح؟ واه. ما تركزش على رجل واحده برك. نيشان واه. بصح فري ستايل شو ما عنديش اللي نتبعهم بزاف في هكا شويه ندي لقطات هكا منه. كاين جزائريين معروفين في الفري ستايل. كاين ابطال العالم. ابطال العالم. ابطال العالم. صح. بصح كثريتهم ما يلعبوش في كما قلت لك في الملعب. ما يمتهنوش هما كرة قدم. هما ايه اللقطات وكاع باش يجري ويلعب. الحاجة المليحة فيك انه لعبت كرة قدم ونجحت في الفري ستايل. في الفري ستايل. كسرت القاعدة. وزيد منها موتيفاسيون. ايه. جمعت في الزوج. تمد رسائل. جديدة هذه ما كاينش. حاجة اللي ما داروهاش واحد اخر. ايوا هذه. كاين اللي يديروا فري ستايل في وهران. كاين اللي يديروا فري ستايل وكاين اللي يديروا خواطر موتيفاسيون. تعرفهم بين زوج؟ تعرف اللي يديروا خواطر وتعرف اللي يديروا خواطر. ديجا جاز هنا هشام بن دحو. ايه صح 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 صديق تاعي. واسامه بن سالم ثاني معروف في ولايه وهران. هادو جاز معنا بن سالم؟ لا مازال ما يجوش. ولينا ننساو حنا الضيوف. صح كل يوم بك كل يوم ضيف. صح
تحيه لكل الاشخاص اللي مروا مرور جميل في برنامجنا. أيوه. هما اللي عاونوني ثاني في هذا الفيديو كاع باش لو سوجي يعطوني هما ديجا البديه هما اللي اختاروا قالوا لي على ما ديش هاد الدومين زعما تاع موتيفاسيون تزيد لها فري ستايل تا قالوا لي الله يبارك عندك موهبه وكاع زيد دير حاجه اللي ما كانش في لاجيري كاع بهم بديت. واش هي اول حاجه كسرتها في الضرب البالون؟ ماشي انا خويا الصغير خويا الصغير صح؟ البارح هذه البارح واش كسرت؟ بغا يطفي الضو داري نطفي الضو بالبوله هرس باش باش يطفي الضو بالبالون ما كاينش منها انت ثاني؟ انا ايه؟ اي هو جيسي هرس الدجاجه تاع البيت. يا الله يماكم ربي معاها. وما فين تدربوا بالبالون في الدار؟ لا كيشوفوني عندي خويا الصغير كاع كيشوفني نلعب هو يبغي يدير كيف يحب. عندك شحال عمره؟ عنده 12 سنه الله يبارك. وهذا اخر عنده 14 كبير عليه بعامي. وبين بين ثلاثه انتم تحبوا البوله؟ لا كاين الصغير كاع الاخر جاي تحسبه كاع ماشي خويا سمير جاي سمين وبيض. شحال عمره؟ عنده 14 هو 14 وراه يفوت في البي ام. الله يبارك الله يبارك ان شاء الله. مراكش مع العائله لازمو ولا لمسيو؟ لا لمسيو. لمسيو هو شغل الاب تاعي الكره ما كانش كاع يتبعها بي انا ولا يتبعها بصح هو ما يتبعش تاع لاجيري يتبع غير ريال مدريد. المستوى العالي. واحد ما يكونش يحب بوله في حياته كامل يقدر يولي يحبها كيما بويا ايه ولا عادي يحبها وتشوفها هكا كي تلعب لاجيري يهرس يهرس الليز ما تقول له مالك هفلت. قلنا عندك وين تدرب؟ كاين كاين بلاصه كاين ما كانش مشكل في المكان اللي تدرب فيه. تدريب راني ندرب كل يوم عندي الويكاند جمعه وسبت راني في صاله باور جيم. فيها مدرب شخصي. ايه مدرب شخصي خاص بيك انت؟ خاص بي بي خلصوا ولا باطل؟ لا نخلصوا هي زعما مع الجروب كاع. إيه؟ انا يدربني وحدي ولا الزميل تاعي كشو ينقص لك شويه. شحال راهم يخلصوا المدربين الشخصيين؟ لا هي انا نخلص مع لاصال. اي لابورمون تاع الصاله. ايوه وداخل فيها المدرب. ايوه هذه اوكي. برافو عليك زكريا ان شاء الله ربي ان شاء الله التوفيق يوفقك دعوه الخير. شحال من رساله راك دايرها لحد الساعه؟ شحال من رساله راك دايرها؟ راني داير واحد 13 لا بصح كاين اللي ماشي برساله كاين غير الفريستايل. ايه كيما هذا فريستايل وحده وزوج بالرساله. اوكي والمواضيع كامل اللي عالجتهم وش هما؟ كاين فيها تاع الصالات. ايه عندي واحد كيما نقوله نجم نهضره. قول شوف فيه يلا باش دير خطه للحلم تاعك خاص تدير خطه لمباراه حياتك. اي لاعب رياضي كرة قدم او كرة يد او كرة سلة لو كان دار في راسه بلي غادي يلعب وما كانش نهاية المباراة غادي يلعب تعاسة ما غاديش يلعب بالحماس صح وغادي يتطلب الامر الى عدم احساس باي متعة في اللعب صح كيما هكا الموت اذا ما كنتش تتوقع هيبة الموت صح كل حاجة عندها نهاية إذا ما توقعناش باللي كاين نهاية الموت باش نستمتعوا بالحياة هذه هي واستمتعنا بحضورك كنت هايل حبينا كثير مرورك ببرنامجنا الصباحي يعطيك الصحة شكرا لك تحية لك ولكامل عائلتك وتحية للشاب اللي جا معاك واسمه ياسين قرنيش. ياسين قرنيش تحية كبيرة لياسين قرنيش هو ثاني عزف جيتار. يعزف جيتار ما جابش الجيتارة معاه؟ لا ما جابهاش. المرة الجاية لازم تجيو جيتارة ما تجيوش مع الطاكسيون اللي جيتو معاه ان شاء الله بدلوا طاكسيون. إذا مشاهدينا مازلنا مكملين معكم جميلة أيضا فنانتنا وسام نقول لك صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك الله يخليك. صباح الجميع صباح الجزائريين كاملين شرفتينا بحضورك. حنعاود نولي لك وسام بعد ما نرحب أيضا فنانة شابة وموهوبة في فن تصميم الأكسسوارات نول صباح الخير. صباح النور عليكم. صباح الخير. يا هلا يا هلا. يا هلا. كوزينة. أخباركم؟ إيه أنا جيت رجعت. أبا خليل جي. إيه لأنه على بالنا على بالنا علاش بصح كل المشاهدين اللي ما على بالهمش. إذا نورونا بإطلالتهم ضيوفنا المميزين. إذا كانت عندها إطلالة مرور جميل في برنامج الخاوة هي مقيمة بدبي وعندها مشاركات أيضا في أعمال خارجية راح نفوتوا في تفاصيلها أكيد من خلال تواجدها في برنامج صباح شروق وإطلالتها المتميزة. نورتينا. متميزة. شكرا. شكرا. نورك.
إذا أحلام كثيرة ربما التقطتيها من خلال سفرياتك وملتقطة الأحلام راهي حاضرة معنا اليوم من خلال هذا البصمة. معروف عليهم أنه هذه الأكسسوارات تلفق صارت موضة جديدة، تلفق بيوت الكثير من الجزائريين صح؟ وحتى في السيارات صرنا نلقاوهم، ومعروف عليهم في الثقافة الصينية أنها تلتقط الأحلام. هما من الصين ولا من المكسيك؟ هما من أمريكا. من المكسيك. ماشي من الصين، حتى الثقافة الصينية أيضا عندها. المكسيكيين معروفين أنه بيوتهم دائما يحطوا والصينيين أيضا يعلقوها في الباب، في الباب يعلقوها في الباب ويديروها في الشرفات. لا كاملين دوكا كامل كاين أتراك الصينيين، مما فحنا عندنا في الأوكسيدون، حنا من جهة المروك. المعلومة الدقيقة ما عندكش؟ سي عندي. وي منين؟ أمريكان. أمريكان هنا الصين خاصة. يعني كانت لابقة معايا، ما حبيتش. نعم لا 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 خليتك تحرجني، ما حبيتش تحرجني، ما حبيتش تحرجني. خليتك نكمل باش نصحح لك المعلومة. إذا أكيد أنه كل الألوان توظفيهم في هذا في هذه الأكسسوارات. نعم. حكينا على تجربتك كيفاش بدات مع الـ مع الـ ملتقطة الأحلام. أنا بديت خدمت لي ديكور بور ميزون باسكو أنا متخصصه في الديكور تاع البيت، تما نخدم تاع لي صالون لي شامبر تاع لي زونفون، نخدم باغ تما لي موديل بيرسوناليزي اون جينيرال. يجيو يقولوا لي حبيت كيك شوز كي يمشي مع الصالون تاعي، يجي روج اورانج ان تام، يديروا ان تام اون ديمونسيون اوسي، سي لي ديمونسيون يتبدلوا. اي اوسي بور لي زونفون باسكو لي زونفون يحبوا الريش، لي في يحبوا الالوان، لي زونفون يحبوا البلو اي تو، دونك سي كيك شوز لي ولا يمشي مع المودا. وبديتي بلاقطات الاحلام هكذا؟ وي بديت بلاقطات الاحلام، صافي 3 عام لي ندير في هذه الحرفه. Ou de prochainement, Inch'Allah, je vais me lancer dans tout ce qui est décoration, les mariages, tout ce qui est décor pour les fêtes, Inch'Allah. الأكسسوارات اللي عندها علاقة بكل ما هو روحاني وغيره. والله أنا تفاجأت، يعني أول مرة بسمع بهذا الأمور، بس والله نجربهم إذا يجيبوا الأحلام خلاص لخصوا الموضوع في هذه الأمور وخلاص. يسمى الفنان مطالب أنه يلتقط الفرص لتحقيق الأحلام؟ أكيد أكيد، لأنه الفرص مش راح تجي كل يوم، يعني وإحنا ما نعرفوش إمتى تجينا الفرصة، ولما تجيك الفرصة ما تتعودش، يعني يا تجيك مرة يا ما تجيش أبي. دونك يفو لازم مع تجيك الفرصة تكوني معها. أكبر حلم وأكبر حلم ربما تشوفي وسام أنك حققتيه في حياتك؟ أكبر حلم وكان يجيك صعيب؟ أني نقابل الكاميرا. هذا كان أكبر حلم، لما تكون صغير وتكون عندك طموحات كبيرة. تعرف انه احنا ما عندناش بزاف، ما ندخلوش في الديتيلز، ما ندخلوش في الديتاي، لي مويا ما كانش بزاف. دونك حلم تكون صحفي، حلم تكون ممثل، حلمك تكون مذيع، صعيب كيما تكون صغير. اما مع كيما تكبر مع الاكسبيريونس، مع كيما تسافري تبداي الامورات تتوضح وطريقك يبان. صح. وش كان حلم وسام؟ قلتي الكاميرا، لكن الكاميرا تقدر تكون اعلاميه، مغنيه، ممثله، وشنو هو حلمك؟ شوفي انا حلمي كنت نكون مذيعه في التلفزيون. كنت نحب نتفرج بزاف على المذيعين كي كنت صغيره، نحب نشوفهم كيفاش يهضروا، كيفاش يتعاملوا مع الكاميرا، برامج ترفيهيه شباب، كنت نشوف روحي في التلفزيون. بصح كان الحلم بعيد بزاف كي كنت صغيره، يعني بدا من الجزائر. اكيد انا قريت في الجزائر، كبرت في الجزائر. واش درستي؟ درست ترجمه. وبعد الترجمه رحت للامارات، بعد الامارات تخصصت في الاعلام، رحت خصوصا عشان نقرا الاعلام. ما شاء الله. بصح كي كنت هنا كانت الامور شويه صعيبه، لانه انا جايه من مدينه قسنطينه، ما كانش عندنا بزاف القنوات غير القناه في الجزائر العاصمه، بحكم انه مدينه يعني في الشرق. قلت منين نروح، وين نروح، وين نروح. كان في محطه جهويه فيه في كانت في لانداك اذاعه، ما تقربتيش ليهم؟ لا خدمت في لانداكس. خدمت في لانداكس، كنت نقدم برنامج شباب توب فايف، يحكي على الغناء، كل ما هو مستجدات في الاغاني. بصح ما كان حلمي اكبر، حلمي اكبر من قناه. وتبعتي حلمك ورحتي لدبي؟ اكيد لما رحت لدبي ما كنتش باش نروح نتبع حلمي، كنت حابه نلقى فرص احسن من الجزائر. خدمت في مجالات متعدده، ما كنتش نخدم يعني في التلفزيون، حتى
كما نقولوا جاتني الفرصه اللي فتحت لي المجال وكملت قرايتي في الاعلام وبديت نخدم في قنوات صغيره. كان عطاوني شانس دبي. دبي تحديدا. عيون حقيقيه ولا عدسات؟ هذا السؤال. انا وين مرورها؟ عدسات ولا عيون حقيقيه؟ شفت مرورها في كوفي تايم ما حبتش تحفظت على الجواب. طرحوا لها سؤال قالوا لها اذا كان عيون حقيقيه قالت لهم نخليك الفرصه. انا نشوف عيون حقيقيه. عيون حقيقيه خلاص. ما شاء الله ما شاء الله. لانه يبانوا العدسات. لانه هذا السؤال نحسه كثير بعيد عن شخصيتي. انه لكن عيوني لكن صحيح يعني لو كانت عيوني عدسات ولا كانت عيوني مش عدسات مش راح تغير في وسام. حتى في الحياه ما تغيرش؟ لا الجمال يغير. الجمال في الحياه يغير. اكيد يغير اكيد. راهو يفتح لك ابواب الجمال. خصوصا في المشرق العيون الزرقاء كتير. يعني قليله في المشرق صح؟ صح. اما الموضوع هذا تاع المشرق ما يحبوش وحده يكون عيونها زرق وشعرها اصفر. يحبوا الجمال العربي. الجمال العربي هو العيون السوداء الكبيره والشعر الاسود الطويل. هذا هو الجمال عندهم. يقدسوهم هذا الجمال. هذا هو الجمال. الجمال عندهم مش باللون العين او بالشعر لون الشعر. هما الجمال عندهم يكون الطبيعه يعني تاع العرب انه تكون البنت تكون لونها كبيره وسوداء وشعرها اسود طويل. هذا هو الجمال. يعني انا بالنسبه لي ما كانش فتحت لي ابواب لانه بالنسبه لهم كانوا يقولوا لي حطي عدسات سوداء. لهذا تبغي شعرك. انا كان شعري اصفر غيرته لانه هما ما يحبوش الشعر الاصفر. ما يحبوش الجمال الاوروبي. نعم ما يحبوش الجمال الاوروبي. يمكن هنا يعني دلك عراقيل جمال. الجمال الاوروبي والجزائري بالتحديد. احنا عندنا انواع. احنا عندنا الالوان العيون هنا بكثره خصوصا صح. احنا بويض اللون في القبائل في الشاويه مختلفين. احنا تصيبين مختلفين صح في هذا التنوع. اما هما عندهم طابع واحد صح. يعني هما بالنسبه لهم الزين والبنت الجميله مو ملونه. يحبوا الجمال المشرقي اكثر شيء. مشرقي. وسام عاده نشوفوا الممثلين هما اللي يديروا تجربه اعلاميه من بعد مشوار. لكن انه الاعلامي يتجه للتمثيل قليله. هنا كاين اعلاميات تتجه للتمثيل لكن بنسبه قليله. انت علاش درتي هذه الخطوه من الاعلام للتمثيل؟ شوفي انا كي قريت اصلا الاعلام كنت ماخده دورات تمثيل لانه احنا في الجامعه هناك بيعطوكم دورات تمثيل باش من بعد انت تلقاي روحك في كل المجالات ومن بعد تحس بالموهبه. هي في الاخير التمثيل هو موهبه. من بعد مع الوقت والاكسبيريونس وتصير تتروض الموهبه حتى تقديم موهبه. اكيد اكيد. بس دراسه لازم تكون عندك ثقافه عامه وتكون تخدم على حالك تنميها. اما التمثيل كاين واحد صغير تجيبه وتحطه قدام الكاميرا تلقى عنده موهبه التمثيل وكاين اللي ما عندوش. انا اخذت دوره تمثيل وكنت حلمي مذيعه. اما لما انعرض علي انه اعمل مسلسل الخاوه بديت في مسلسل الخاوه. انعرض علي دور. اول ظهور ليك؟ اول دور ليا كان في مسلسل الخاوه. لما انعرض علي الدور في مسلسل الخاوه قلت نجرب روحي. اذا لقيت روحي في المجال هذا ندخل فيه. اذا لقيت روحي ما تقبلنيش الجمهور تجبد روحي. وكانت مفاجاه انه الجمهور يحب الوجه الجديد. دور كان مميز. كان دوري مميز وكان دوري عنده حضور وشفت الجزائريين يعني تجاوبوا معايا. ففكرت من هذاك الوقت خلاص دخلت تمثيل في راسي. وحبيتي تجربه التمثيل؟ اكيد حبيتها. عندها نكهه خاصه. ونسيتك في الاعلام ولا لا؟ لا لا اكيد لا. لا اكيد كل واحد في مكانه. انا اوريدي عندي برامج جديده وحندخلها ان شاء الله. الان في اي قناه وسام؟ في زي افلام. اكيد في زي افلام. اوكي. عندك برنامج في زي ان شاء الله قريبا ان شاء الله رمضان. بالهنديه بالعربيه؟ لا بالعربيه اكيد. انا بالانجليزي هندي. تحكي على الافلام الهنديه. احنا في الجزائر كيقولوا زي افلام وزي كونكت بالعربيه. زي افلام عربيه. زي كونكت بالعربي. بالعربي. هذا البرنامج كيكون اسمه. ان شاء الله. شكرا. بصح في التمثيل كاين وحتى يجوك عروض في التمثيل. هذا الشيء ما راحش يعيق مسارك الاعلامي؟ لا كمقدمة. لا. عندي طموحات كبيرة. طيب خلينا نحكي على تجربتك في عالم التمثيل اللي بدأت كخطوة أولى مع فيلم الخاوة. من بعد جات خطوات أخرى صح؟ وعروض أخرى.
فيلم الخاوة، مشاركتي في مسلسل الخاوة هو اللي يفتح لك الأبواب، ولا شخصك شخصيتك كوسام هي اللي خلتهم يقبلوك كفنانة؟ كشخصية أولا، وثانيا مسلسل الخاوة كشخصيتي، لأنه لو مش شخصيتي ما يقبلونيش في مسلسل الخاوة. وثاني شيء من مسلسل الخاوة يعني عاد عندي قاعدة جماهيرية وعادوا الناس يستناو الجديد، من ذلك وليت نخمم لازم ندير يعني نحوس على فرص أحسن، والحمد لله لقيت يعني حتى وتقدمت الكاستينجات في العالم العربي وانقبلت الحمد لله. يعني راح نشوفوك في عمل من الأعمال؟ أكيد عمل جديد إن شاء الله. راح تعرفوا العمل إن شاء الله، حتزيدي تكلمين عليها وراه كاين واحد ثاني كاين إن شاء الله راح نتكلموا عليهم، لكن بما أنك تكلمتي أنه الفنان لازم تكون عنده لمسة، أكيد أنا حبينا نعرفوا نوال لمستها وين تكون في الأكسسوارات؟ الأكسسوار كي يجيك الكليون يقول لك أنا حبيت هذاك اللون وحبيت هذا الموديل، تقدر تعطيه نظرة أخرى على الموديل دو فاسون اسكو يحب خدمتك او ميم طون باللمسه تاعو. سما سي شخص اي كل موديل يمشي على حساب ذوق لو كليون. وانا نشوف موديلات مختلفه، يعني دخلتي حتى في الاكسسوارات الخاصه ب سي دي سوتوار، هذا سي ان كولي طويل. كولي هذا واش اللي بعد العين يقولوا هكا الخامسه؟ نو ماشي هذه ماشي خمسه، نفس ال بجانب الروح هذه هاي كيفك شوافه دوكا. لا لا انا سي بليس لا ديكوراسيون، مون دومين سي بليس ديكوراتيف. خلاكي تقتصدي اكسسوارات، انت تصممي اكسسواراتك؟ لا هذا سي دو مونتاج، هذا تصميمي الخاص بصح تركيب، باسكو لانو اللي في الوسط يجي واجد وانا اللي نركب له لو با على حسب ذوق لا بيرسون، كاين اللي يحبوه شارجي كاين اللي يحبوه رقيق، كل واحد وكيف يحب. ولي زاكسيسوار بور فواتور هما اللي يمشيو اكثر باسكو كل واحد كيف يحب يكون الموديل تاعو تاع لافاتور، كاين اللي يحبوا لي لوغو تاع الفوت، كاين اللي يحبوا لي لاتر، كاين اللي يحبوا لي برينو، عكس الشخصيه كل واحد كيفاش. اكزاكتومون. شحال تقعدي معاهم باش تشكلي هذا الاكسسوار؟ كاين 40 مينوت 20 مينوت. ما كاينش مشكل ماده اوليه؟ لا لا مشيت تلقاي في السوق الجزائري؟ لا السوق الجزائري ناقص بزاف، انا كنتوجه للسوق الاوروبي اكثر. اكثر نعم. وكيفاش هي دايره وسام مع الاكل في دبي؟ ها؟ الاكل طيب. طيب. لا طيب. وش الاكل؟ كاين انواع الاكل. الفواكه يعني اول ما السائح يروح لدبي يدخل الاسواق ما يشمش ريحة التينا، ما توحشيش ريحة التينا البرتقال الجزائري. على هذه جيت. شوف هو صح الاكل تما ما عندوش هادو لي فخوي وكامل ما فيهمش جو. لانه امبورتاسيون ما كاش صحراء، طابع صحراوي البلد. اما يعني الاكل خلاص تعودت عليه، انا عندي 10 سنين وانا عايشه في 10 سنوات اي 10 سنين طيب. يعني في الاول كان صعب الموضوع لانه تعود على معيشه وتعود على الاكل فريش وتعود على اكلات معينه، خلاص احنا في راسنا لي زالجيريان احنا هما الماكله تاعنا هي المخيره، واحد ما ينحيها لك في راسك. دونك كانت صعيبه عليا باش نقدر نتاقلم في البلاد، مع الوقت مع السنوات سنوات سنوات خلاص تعيد والفتي المعيشة في دبي، نعرف شنو نحب ناكل وشنو ما نحبش ناكل ومنين نروح نقضي، باسكو كاين انواع كي تعود انت سائح جاي البلد مش زي ما واحد ساكن مقيم. صحيح مقيم يعني عند تعرف منين تروح تشري اللحم منين تروح تشري لي فخوي، كاين حتى دي زالجيريان يبيعوا تما صح يجيبوا من الجزائر ويبيعوا حتى مطاعم جزائرية، مطاعم جزائرية مطاعم من كل انواع مغربي جزائري ايراني من كل بلد كاين مطاعم. وفي دبي حاطين حتى صفحة على الفيسبوك الخضروات اللي تجي تلحق جديدة نكونوا معاها يطلعوا الشلاطة يطلعوا البطاطا يطلعوا الخيار يطلعوا كل شيء كل شيء كل شيء كلش تصدير طابع البلد لانه صحراوي ما فيش. لو كاين سيدة استثمرت في هذا المجال مزوجة مع فرنسي نسيت اسمها هنا فتحت مطعم فتحت مطعم جزائري نوجه لها اجمل واحلى تحية. دبي اللي يزورها يحس بلي دبي هي مدينة بلا روح اصطناعية صح ما فيهاش روح صح. بالنسبة لك قدرتي تتأقلمي مع المدينة وتصنعي الروح؟ وهل ذاك تفكري تكملي فيها قاعدة فيها؟ شوفي هي كبلد ما تقدريش تنوي تكملي فيه لانه هو ما يعطيكش هذيك الاحساس، هو يعطيك اقامه ما يعطيكش جواز،
يعني الاقامه انك تقعدي وقت محدد وقت الشغل يخلص شغلك بترجعي البلد. وانا اكيد طوطا راح نرجع لبلدي، احنا هنا جزائريين نحبوا بزاف بلادنا صح، وما نقدروش انا في العام بلكن جيت 3 مرات للجزائر، يعني تقدري تقولي شهر هنا شهرين لهي شهر هنا، يعني وقتي الكامل يكون في الجزائر. فلذلك انا ما نظنش انه راح نكمل حياتي في الامارات، دائما نحطها باللي بلد ثاني اللي فتح لي الباب فتح لي المجال احتضني ساعدني اني نوصل، اما مش هو بلدي في الاخير، انا بلد هو الجزائر. لو كان يجيك عرض احسن بالجزائر نرجع؟ ترجعي للجزائر؟ نرجع اكيد، انا ماذا بيا نخدم في بلادي وماذا بيا نعاون ونساهم باضافه من الشيء اللي تعلمته من الخارج في بلادي ونعاون خاوتي الجزائريين. معروف معروف في دبي وفي كل دول العالم للاسف كاين لوبيات لبنانيه، كاين لوبيات سوريه مصرية، لوبيات مصريه صح. الا اللوبي الجزائري ما كانش. يقولوا انه الجزائريين من اكثر الناس اللي حاربوا الجزائريين كيكونوا في نفس المجال صح. انت واش علاقتك مع الجزائريين اللي من نفس مجال عملك؟ انا شوف انا الكونترير، انا ما انا شوف الجزائريين اللي كانوا يشتغلوا في قنوات هما اللي كانوا يعيطوا لي وهما يقولوا لي نحبوا نعاونوك، وهما كانوا يقولوا لي نحبوا نفوتوك في تولي زيميسيون باش تعرفوا بلي كاينه جزائريه وصلت في العالم العربي. من العنصر النسوي ولا الرجالي؟ رجالي ونسوي. ما نظن هذه حتى السوريين في بعض عندهم مشاكل، حتى اللبنانيين في بعض عندهم مشاكل، والمغاربه في بعض عندهم مشاكل، وش هما ما نسمعوش بهم احنا كيترجعين يسمعوا مشاكل بعضنا. اما انا الناس اللي يعني اوغوزمون اللي طحت فيهم لا كانوا متجاوبين وكانوا يبعثوا لي رسائل ويقولوا لي احنا من قناه دبي تي في، احنا من قناه سكاي نيوز، احنا من قناه هذه حابين نستضيفوك. وكجزائريين هما اللي كانوا يبعثوا لي ويقولوا لي ماذا بينا نفوتوك في تولي زيميسيون باش يعرفوا بلي كاين لي زانجاني. لكن هذه ربما وسام من بعد ما دخلتي الاعلام اكيد. انا نتكلموا لواحد اللي يكون موش مع يعني موش معروف التم يعني ما لحقش ماذا به يروح، نعرفوا انه يقولوا انه الجزائريين من اكثر الناس اللي ماذا بهم انه الجزائري ما يطلعش. شوفي انا مانيش حابه نحكي فيهم بصح كي عدنا في بعضنا وجات قناه ثانيه على لا يلوموك قناه ثانيه. اما هي صح يعني كي تعودي ماكيش معروفه ولا هذه لي زالجيريان ما يحبوش يتعرفوا على لي زالجيريان باسكو يقول لك احنا تاع مشاكل ولا احنا نديروا المشاكل ولا احنا نبهدلوهم، الوغ كو نو نورمالمون تفتح مجال تفتح لخوك المجال باسكو كيما دير خير ربي يفتح لك البيبان. كيما انت لقيت الناس فتحوا لك الباب ربي يزيد. وكما شوفي ما تلقيهاش في ولاد بلاد تلقيها في واحد اخر، ربي يحط لك يحط لك واحد يسخر طريقك. لك الناس شكون من اصدقائك؟ ما نعتبرهاش بالجنسيات. شكون من اصدقائك الاعلاميين بدبي؟ شوفي انا صديقتي اللي نحييها هي نجاة بوعتوره، كانت تشتغل هنا في لوان تي في، عندها بصح عندها 25 سنه في دبي. هي اللي ماسكه مستشاره في قناه زي افلام وهي اللي ساعدتني بزاف، يعني هي واقفه معايا الى يومنا. نوجه لها تحيه. نوجه لها تحيه كبيره. سي كاين لي زالجيريان وكاين يتعاونوا وانا شاهده على هذا الموضوع. نوجه لها اجمل واحلى تحيه اكيد، وتحيه لكل الاعلاميين الجزائريين اللي مقيمين بدبي. كاين قامات الاعلام الجزائري راهم متواجدين بالمهجر واللي يمثلوا الجزائر احسن تمثيل صح. ومشرفين الاعلام الجزائري صح. جوستومون قبل قليل توقفنا وسام على اعمالك، احكي لنا واش راكي تحضري ان شاء الله. واش راني نحضر؟ اوريدي هذا وين ديما نقول اوريدي كلمه زعما ما لازم الانجليزي في دبي كلشي بالانجليزي. تتمشى معاك كلشي بالانجليزي. عندي ما عنديش بزاف ملي خلصت من تصوير فيلم بتعاون اماراتي سعودي اسمه اهرب يا خلفان. هو يركبوا لك عدسات عيون سوداء؟ لا خلوني بصح مثلت دور بنت من المدينه مش من الباديه، لانهم عندهم بنت من الصحراء وعندهم بنت من المدينه. انا مثلت البنت المدينه اما ماشي اماراتيه، مثلت جزائريه سوريه. اوكي. اكدت انه لازم تكون تاتش تاع الجزائر باش ما نخرجوش، باش يعرفوني حتى ولا يتعرف عليا المشاهد في الامارات ولا المشاهد العربي يعرفني بلي انا جزائريه. لازم ندخلوا التاتش تاع الجزائر في العالم العربي. برافو. دونك المخرج قعد يقول لي واش ندير واش ندير، قلت له لازم تحط لي حاجه بلي انا جيت من الجزائر ولا ابويا جزائري ولا باش يتعرفوا عليا. ما نحبش ندخل على اساس اني انا نهضر لبناني ولا ندخل على اساس نهضر سوري ونتعرف بهذاك اللهجه ولا حبيت نتعرف بلي انا جزائريه على طول، ماشي نتعرف على اساس انه انا
ما نحكيش على الجزائر حتى بعد ما تتطور البلد ويصير في إعلام كبير ونحكي على الجزائر، لا من أول. فالفيلم هو فيلم كوميدي، عنده طابع كوميدي لايت، يحكي على عائلة سعودية جات تعيش تاخذ إجازة في الإمارات، ومن بعد يضيع لها ولدها في الصحراء، وبعد 20 سنة أو 21 سنة بيرجع المدينة ويصير يدور على العائلة ديالو. تتطور الأحداث، تتطور الأحداث ويصيروا حكايات. وانتي دورك في القصة؟ دوري قصة بطولي إنه أنا راح أتعرف على هذا الشاب في المدينة ويحب يتزوجني وحكاية ما نحرقش المشاهد. وشكون اللي حاب يتزوجك في حياتك الشخصية؟ مازال مازال ما جاش. أكيد في عروض زواج. شوف عروض زواج يكونوا أكيد، أما مازالني ما لقيتش الشخص المناسب اللي ربما بحكم لازم يكون جزائري؟ لازم. علاش؟ ربما بحكم مهنتك وانشغالاتك ما تخافيش انه ما تخافيش انه تتاخري عن الزواج؟ انا خايفه. ايه شوف يا بالاخر مكتوب مكتوب صح. انا ماذا بيا نتزوج اليوم، اما وينو نهاري كتب ربي يجي في طريقي راح يجي. دوك لما يشوفوا فينا ما يامنوش درك مليون واحد يتزوج به. لا لا نو. هو راح يكتب نهار وراح نتعرف عليه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. اخر مره لبستي فيها القندوره القسنطينيه؟ قسنطينيه. شوف انا عندي من كل، احنا الجزائريين ما عندناش برك من قسنطينه، عندنا كاريكو، عندنا عنابي، عندنا عندي بلوزيغ موديل. اما اخر شيء في عرس، في عرس. عرس في دبي ولا هنا في الجزائر؟ لا في عرس هنا في قسنطينه. وفي دبي تلبسي تقليدي جزائري؟ بيان سيغ نلبس. ديجا عندي مقابله درتها ما عنديش شهر لبست الكاراكو. في زي افلام كنت بالكاراكو باش نبين اللبس الجزائري. برافو عليك. اليوم تعرفنا عليها ومشاهدينا ايضا اللي ما كانوش يعرفوا وسام تعرفوا عليها مليح من خلال حضورها المتميز. اليوم تعرفنا دخلنا بكل تفاصيل حياتها. لو كانت وقعت شويه وسام يجبد لك كلش. لا لا معليش انا معاك، معليش مشكل. اذا تفضلوا معنا نروحوا لمطبخ صباح شروق كي نختم حلقة اليوم من هذا المباشر لبرنامج صباح الشروق، الخدمات المتميز وتميز كل ما نختار في كل مرة من مواضيع وضيوف أيضا. إن شاء الله إطلالتنا تكون نالت إعجابكم وخفيفة. وأنا بدوري نشكر اللي اهتم بإطلالتي بوتيك بريسيوزا، شكرا على الإطلالة. تفضلوا معنا. مرحبا نورتونا. اذا انا دائما دراهمك ترحمك جيبي انا اللي بصروحك. شكرا ليلى. شكرا الختام اي تسهل. اهلا شكرا. اليوم حاجة خفيفة. اليوم حاجة خفيفة. تحبي تحلية؟ تحبي تحلية؟ اليوم كانت أطباق بسيطة ومراك نطبق. أنا هنا أطباق بسيطة واقتصادية. كنا درنا لاكيش اللي كانت بالبصل والبطاطا والفرماج، وكان تحلية درنا الكريم دي فلاف اللي كانت بالشوكولا والكراميل. نتمنى هالأطباق تعجبكم. يعطيك الصحة. نتمنى ضيوفنا يعجبوهم واش حضرتي في صحتك. صحتك يعطيكم الصحة. نورتونا. صحتكم. حبيت نشكر برك ليلى يعطيك الصحة، على بالنا راكي مريضة. على واش؟ مريضة مسكينة. أنا حبيت الحاجة أخرى بالشعر. لا 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 نشكروا على هادو. نشكروا صح. يعطيك الصحة ربي يقدرك. شكرا. ولطفي اللي بديت والله قريت ما تشكرش. إيه ولطفي مسكينة. أنا ما قريتك لطفي. ويسام عودناها بكري. ولا واحد. لازم مسكينة هذه السنة. مرحبا بك. حنا لحقنا الختام مشاهدينا. تحياتي تحية المخرج محمد الأمين جنادي على الأشراف، زميلتنا فهيمة، وكل طاقم صحفي تقني العامل معنا ككل صباح لخدمة أجمل وأحلى جمهور متابعي برنامج صباح شروق. برنامجنا خلاص الحق لنهايته، لكن برامج قناة الشروق العامة لا تزال تقدم في أجمل الخدمات. أهلا وسهلا بالجميع. باي باي.